وسهلا مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم اليومي يوم جديد. حلقه اليوم موضوعها هو التنسيق في مجال العمل التطوعي، الايام التطوعيه نموذجا. ومعنا لنقاش هذا الموضوع كل من محمد الامين والابراهيم، مرحبا بكم وسهلا، رئيس ملتقى العمل الخيري، ومحمد والطالب الامين، الامين العام لجمعيه باحساننا تستقيم الحياة، متخصصة في مجال مرضى الفشل الكلوي. مرحبا بكم محمد، مرحبا بكم سهلة. لنبدأ معكم رئيس الملتقى، بداية حدثوا المشاهد الكريم عن الملتقى عموما. بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بداية شاكر التلفزة الوطنية اللي تحتنا الفرصة علينا أن نقدر نتكلم عن الملتقى العمل الخيري. العمل الخيري هو فكرة وعبارة عن اتحاد جمعيات الخيرية اللي ناشطة بالمجال الخيري. اخترنا نعدلوا منها مجموعة واحدة يعودوا متحدين فيها، يعدلوا أعمال مشتركة بيناتهم وينسقوا بيناتهم في المجال الخيري. تحدثونا أنتم بما أنكم إحدى الجمعيات المنضوية تحت الملتقى، حدثونا عن الطريقة اللي انضويتوا تحتها وباسم حالة جابر تكامل. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على اولا شاكرين التلفزه على اتاحه هذه الفرصه باعلن نحن جمعيه قالها جمعيه باحسن تستقيم الحياه. هذه جمعيه خيريه تاسست 2016 واختصت في مرضى الفشل الكلوي. طبعا التخصص ما كان اعتباطي نظرا لمجموعه من الظروف ونظرا للمتابعه دقيقه لوضعيه هذا مرضى الفشل الكلوي وتزايدهم واحتياجاتهم لحاله الناس. طبعا كيف معروف عن اي جمعيه وحدها تقدر تقوم بشيء بالعملية غير اللي قطعا لا يعود عملها ناقص مقارنة بالعات اللي معها جمعيتين اخرين في نفس المجال والله ثلاثة والله اربعة. طبعا احنا التحقنا بالملتقى بعد سنة تقريبا من العمل اللي التقينا به عن طريق عدة جمعيات وعن طريق رئيس الملتقى بشكل شخصي. جاتنا هذه الفكرة، هي فعلا هذا الملتقى يجمع مجموعة من الجمعيات، تاحنا الفرصة اولا ان نتعرف على الجمعيات العاملة في المجال اللي احنا ما كنا نعرفه، كيف تهيئه النجاة للعمل الخيري، كيف جمعيه لقاءات بلا حدود، هذه مجموعه من الجمعيات تشتغل في نفس المجال مرضى الفشل الكلوي، وبالتالي تاحنا الملتقى عنه. طبعا اللي عندنا خارجه مجموعه من النشاطات كنا احنا نقدر نعدلوهم وحدنا، غير طبعا يزيدهم ذاك نعود معدلوهم داخل الاتحاد. بالتنسيق مع هذا التنسيق. جمعيات ناشطه في نفس المجال. طبعا طبعا. داين ننتقلوا لكم رئيس الملتقى، تقول ان متى انشئ هذا الملتقى؟ الملتقى له تقريبا شهر لشهر، اصلا سابقا كنا نشتغلوا كفكره تحت اسم مسمى كرفو العمل الخيري، وعقبنا الحمد لله نطوروا وزادوا الجمعيات فيه، وليلو شهر بدات يعني الفكره تعود على ارض الواقع ونعدلوا يعني اعمال مشتركه في الميدان. والناس تشوفنا والناس عاد تعلم بين الحمد لله. كيف تنشا والله بسم الله حاله تستقطبوا جمعيات ياك ينضوا تحت مسمى واحد؟ فم نوعين، فم جمعيات اللي هما اصلا سامعين بينا يجونا ويطلبوا منا يعني نشرحوا لهم الملتقى العمل الخيري وشنو هي فكرته، نشرحوها لهم يطلبوا منا الانضمام له. وخارجين مولين للجمعيات اللي نشوفهم نحن ونشوفوا اعمالهم ونبقوا لنا نستقطبوهم ياكنا، لذلك دائما انا نتوجه لهم رسائل وتقاوي دائما انا نتواصل معاهم ونشرح لهم الفكره ودائما يستقبلوها. شفت الجمعيات اغلبيتهم زيانت عندهم الفكره وقعدوا معنا. عاد عندك اضافه؟ طبعا احنا نختاروا شوي نوضحوا قضيه هذه الجمعيه، طبعا شاكرينكم على تحت الفرصه ياك نعرف نطلع الراي العام على دور هذه الجمعيه وشنو المجال اللي تشتغل فيه ويا وعلاش تشتغل فيه. طبعا كي قلت لك عن هذا مرضى الفشل الكلوي، عنهم مرضى ذو احتياجات خاصه بمعنى الكلمه، اغلبيه مرضى 80% منهم مصاب بالضغط ومصاب بالسكري، عندهم قدر من المشاكل. طبعا الدوله وفرت اللي ينقال له مكان التصفيه وانفتحت في كل المناطق، غير هذا وحده ما هو كافي، هذا لابد له مشي اخر، فعلا هذا حل المشكله. مثلا كان واحد يعود المريض لابد له من ساكن في النعمه، لابد له يتم قاعد في نواكشوط ياك يصفي، ذاك عاد متاح له عن يصفي في النعمه، غير في المقابل مولي هو مجموعه من المشاكل يا الله فعلا يعانون منها، يا الله الجمعيات شو يا الله مولي المسؤولين يحسوا عن هذول الناس، قال لهم ياسر هذول الناس مثلا عددهم متزايد الحقيقة لأن السنة الماضية حسب إحصائية غير رسمية تجاوزوا 1300.
احصاء رسمي. طبعا هذو الناس هم اللي اغلبيتهم عمليات تصفيه توقع على مراحل، في المرحله الاولى اللي ينصاب فيها الشخص لابد له من اجهزه، هاي اجهزه ينقال اجهزه كاتي اللي عاديه، طبعا فيها واحدين نوعيه، اجهزه كاتي العاديه ب 35 ألف، وذي اللي ما هي عاديه تلحق 150 ألف و 130 ألف. ذول الاجهزه اللي يديروا حق بعد هذا تحت هذه المرحله الاولى السابقه لحقوق، المرحله النهائيه اللي هي عمليات فيستيل. طبعا هم اللي عمليات فيستيل فيها جانب ايجابي يغالب اللي فيهم جانب سلبي. طبعا هي العمليه تكلف كانت 450 ولا 500، ونظرا للشؤون الاجتماعيه الناس اللي ما عندها كنا مخفضه لها الى 45 ألف، غير هم اللي طالبين عنها تعود حكما مجانيا به اللي هم اضعاف، حتى بيعلن يعدل الضمان الاجتماعي وتنقلع عن رقاجيك 400 زايده من الالاف وتبقى له لا 45 ألف، غير هم اغلبيتهم تعبانين خاصة بشكل لا يتصور، وفقراء معدمي، وبالتالي فعلا محتاجين لهذه العمليات في استلعنة تعود مجانا، ومحتاج هم اللي قضيت هذو كاسيات ان يوفروا. طبعا فم اللي مسائل اخرى، الاخصائيين للاسف ما هم هذا المجال، فيه 4 اخصائيين حاسب موجود وموجودين في المنشور، والداخل ما فيه اي اخصائي الصيف امراض الفشل الكلوي. طبعا هم مجموعه من الفحوص هم اللي عدلوه، مجموعه من الادويه نختاروا الى عاد اللي تقدر تعود فم فيها تضمنهم، كيف تكنا مثلا تدمج هاوي الادويه كيف هم الادويه مين بارانترات، هذا 130 ألف 120 ألف، هم مرضى يعملوا باستمرار ودواء يكلف 120 ألف. طبعا هذه هي اللي قلت لك من دي الامور اللي هي اللي تحت ان احنا فرصه عن ان ندخل الجمعيه وبدنا تطرح ان احنا خصوها في ذا المجال. بعد احنا عندنا مجموعه مثلا، عندنا مش المرضى نوفر لهم مجموعه من الاجهزه العاديه، يغار عيط نطرح ان مشكلته هذا هو الاجهزه الواعري، احنا ما عندنا امكانيات، يغار عندنا فرصه ان نطرحوها في الملتقى، لان نطرحوها في مثل الملتقى تطرح جمعيه 10000 واحده 5000، يعني في لحظه واحده تحصل الكميه، بالاضافه لمجموعه من الفحوصات خاصه الناس اللي عندهم مشاكل في القدد تعدل عند مركز الانكولوجيا ب 70 ألف، وقيه مجموعه الفحص واحد يعد ب 70 ألف، وقيه ومجموعه من الفحوص اخرين تتراوح بين 35 و40. طبعا في هذه المناسبه لا نشكر مجموعه الجمعيات خاصه الملتقى اللي يقبض الحالات، معنا نشوف حاله نكلم رئيس الملتقى ويعرضها في الملتقى وتطرح لها الجمعيات وتنحل المشكله بكل بساطه. هذه بعد اساسا هنا نرجع رئيس الملتقى يقول ان عدد الجمعيات المنضويه في الملتقى، عدد الجمعيات حاليا ما عقب لنا حسبوا تقريبا زاد على 50 تقريبا 53 54 وفهمت تزايد مستمر، فهمت تزايد به اللي انا نقول لك هذا اللي له تقريبا ارك اسبوعين كنا 30 زايد وفي ظرف اسبوعين عدلنا انهارات نشاط وسمعت به الجمعيات الناس كامله ما شاء الله اغلبيتهم شاركوا معنا فيه ونزاد عدد الجمعيات اللي معنا. بالنسبه لكم القرض اصلا من التنسيق بين الجمعيات كاع على اساسه شنو؟ شتي الفكره اصلا هي التنسيق بين الجمعيات، لان الجمعيات تم كلهم تشتغل وحدها، هم كلهم فعلا لا يعدل شيء غير ما يقدروا يعدلوا يعني عمل ذاك هو حتى كبير. هم كلهم يعدل ذاك اللي هي غير عمل جماعه شغل جماعه مثلا مثلا لا نضرب لك مثال في السقايه، السقايه عيت مثلا تجي جمعيه تعدل سقايه في منطقه تجي جمعيه اخرى تلحق ذيك فاتشاتها في نفس المنطقه فاتشاتها، بينما يعود فهم تنسيق لا يتنعرض فم على ان نحن كجمعيه واعدين ذيك البلاصه والله ملي عدلنا ملي في رمضان كي كل جمعيه مثلا قالت نحن لين فطروا الطب الفلاني والله الحي الفلاني اللي نقيسوه وقت الافطار تعود الجمعيه الاخرى تحاول تقيس حي ثاني ولا طب ثاني ولا فهمتي؟ لا هذا هو الغرض من التنسيق، لان الجمعيات يعودوا متعاونين يعودوا ملي كلها تعرف شغله الاخرى. القرض من التنسيق بالنسبه لك القرض من التنسيق شنو الاستاذ محمد؟ شكرا. هذا كيف قال لك الرئيس هذا نفسه هو الهدف، وفعلا فهم ايجابيات اخرين مثلا احنا كيف قال لك هذا النشاط اللي مازال يتكلم عنه عدلنا سابق نشاط، من خلال كل مرحله بين نشاط ونشاط ينزاد العدد وهذا بديهي، لان احنا مثلا في المره الماضيه عدلنا يوم صحي اللي له 14 تقريبا في مركز في على طريق جوجل مركز الرفاه إلين نخرصوا ذيك الساعة قريب من 600 ولا 700 رقاش استفاد من جميع الأدوية. في نفس الوقت زادت الجمعيات بحيث عندنا ذا النشاط اللي يتكلموا عنه بعدين زادت النسبة. كي قلت لك عن الهدف من التنسيق نسبة المستفيدين طبعا نسبة القدرة على الجمعيات ونسبة إلى عاد كانت مثلا احنا نقدوا كيف قلت لك نوفروا الادويه ل 100 رقاش ولا 200 عدل نقدروا نعدلوها ل 400 ولا 500. طبعا مليكي قالت لك تخصص مثلا عاد يعني مثلا في مجال معين من خلال الملتقى نقدر نعرف الجمعيات اللي عامله معي نعدلوا احنا هم تنسيق محلي. سمعتي ويتاح لنا خارج الملتقى
هي طبعا قلت لك الملتقى له يفتح لنا الفرصه، انا مثلا احتاج لها، له يقول لي هو هم في راوي في جمعيه مختصه بكذا وجمعيه مختصه بكذا، اذا قدرت المساله تعدل على مستوى نحن كافي، لما ذاك نعود نطرح حول الملتقى. الايام الصحيه اهداف اصلا الاهداف اللي تقبلوها على اساسها شتي اليوم الصحي، نحن اصلا الفكره طريقة اختيار المكان اللي يستهدف هيك دائما الاطباء، نحن معنا اطباء، معنا اطباء اعضاء معنا في الملتقى العمل الخيري، هم اللي دائما اليوم الصحي التالي معدلين. فكره واحد من الاطباء هو اللي اتصل بي ونعت لي طب في الترحيل، انا قاعد ماك تعلم به وشفته طب ما شاء الله كبير ومجهز وزين، يا غير مشكلتك لانه في حي اهله 100% ضعاف، يعني ما يقدوا ما عندهم شيء الادويه، ما عندهم شيء الفحوصات، ما عندهم شيء، قاعد لا 500 وقيه يدخلوا بها على طبيب ما عندهم. دونك هون جاتنا الفكره على ان نتم العدل هذا اليوم صحي كل شهرين ولا ذاك نعدل اليوم صحي. نحن نغيروا المنطقه، نغيروا هم ياك يستفاد اكثر عدد من الناس. اليوم الصحي الماضي عدلناه في ترحيل سابق وعدلناه على طريق جوشه في منطقه يقولوا لها دار السلامه. بالنسبه لك اهداف الايام الصحيه شنو هي اساسها؟ طبعا اهداف الايام الصحيه كيف قال لك عن الايام الصحيه فيها ثلاث مراحل اساسا. اولا فيها الاستشارات مجانيه العامه والمتخصصه، وفيها الفحوص وفيها الدواء. معناها المريض لا يجي اولا اللي عاد كان لابد يقيس طبيب اخصائي في الطب الكبير والله في الصداقه، لا يجي اخصائي من جميع المجالات، اخصائي القلب، اخصائي النساء، المسالك البوليه، الطب العام والطب الاطفال، هذا كمل لا يجبر. لا هي كامل منضوي تحت كامل منضوي به للمنطقه، لا هي يتصل مثلا كي قلت لك في اطار التنسيق، لا هي تعودهم لجان، لجنه مختصه متابعه الادويه ولجنه كذلك مختصه بتوفير الاطباء، تتصل بالاطباء المتخصصين لا يقولوا احنا منطقه. وطبعا الحمد لله ما اتصلنا بحد من المرضى يتجاوب، اللي يجي يعطي ساعتين، اللي يجي يعطي اربعه، اللي يعطي نهار كامل، واللي يعطي خمسه، واللي تخصص عيوج جنب الاثنين قاعد يدور يوضحوا لك لفائده المواطن شنو اللي يستفيد، انه لا يجي يدخل على الطبيب إذا عاد محتاج الفحص، لا ينكتب له عنده المختبر، يدخل ويعدل الفحص وفي النهاية ينكتب له الدواء، يجي للصيدلية تعطيه الدواء مجانا. هذا أثناء اليوم. شيء كامل لا يجبره مجاني، فحوص، يدخل على الطبيب، حتى الحق لجنة جاية معصبة توزع عليهم الأرقام، يدخل على الطبيب يشوف حالته، إذا عاد محتاج الفحص ينكتب له يقيس لابوراتوار، وبعدين يجي للصيدلية وتعطيه الدواء يتم. من ترى كان فهمت يا اللجان اللي ماشيين معاهم كان فيهم طبيب عام، مازال يجيه اي مواطن يحدد له وضعيته، انت خالق لك كذا، له تقيسك كذا ثم صار اللي قالها صار الترياج. يعني في الطب مثلا فيها طبيب عام، فيها ممرضين وفيها قابلات يعود للجنة المدنية من ناحية التنظيم، هو ده منظم سابق لا هي تخليه يقول انت ايش قايس، انا قايس طبيب عام، خارج حد قاعد جاي قايس متخصص عنده مشكلة في القلب، معناها معروف روايته سمعته يجي لي يكسر الترياج ويوجه من خلاله، يقول انت قايس طبيب عام، والله انت قايس اخصائي النساء، والله انت قايس اخصائي المسالك البولية، والله كذا، ياك اكتساب للوقت. معناها انفماتي تنسيق طبعًا على ونسق له قبل هذا وعدت لي سابق نهار اليوم طبعا لعت عندك اضافه لهي الطيفه عن يوم صحي اليوم صحي جاه اهدافه يعني انت تحاول انك تجبر اكبر عدد من الاشخاص يستفادوا كل مره عقب مره ينزادوا المستفيدين، الناس الضعاف يستفادوا من من من, من الاخصائيين، يستفادوا من الادويه، الاخصائيين اللي ما كانوا قد يدخلوا عليهم ندخل عليهم واعري، يشوفوهم يجبروهم يعدلوا عندهم فحوصات، يعدلوا عندهم يجبروا الادويه كردو. هذه هي يعني الفكره الاساسيه. وفهم اللي يعني انا عاده هذا النوع من الاعمال الهدف عندي مولي منه لان اتحاد الجمعيات، لان الجمعيات كاملين تشوفيهم عندهم هدف واحد وعندهم ماشيين هي عندهم عمل واحد، ما تقول جمعيه معدلين احنا والله معدلين احنا كاملين كاتحاد. هذا هو اللي هدف هو اللي اساسي عندي. اليوم الصحي الاخير شنو هي مميزاته بالنسبه لك؟ اليوم الصحي والله شنو هي الاخطاء اللي وقعتوا فيها في اليوم الصحي الاول وعدلتم الحاله اللي تستفادوا منها كاخطاء وتلفاوها في اليوم الصحي الاخير؟ اولا اجتماعنا بين اليوم الصحي الاول اجتمعنا نهارين سابق اليوم الصحي، بينما هذا اجتمعنا سابق باسبوع وحددنا كل لجنه حددنا عليها يعني العمل اللي يالته تعدل. ومن ناحيه التنظيم مولي نحن نجبر مشكله خاصه من العليات، واحده تجيك تقول لك هذا فلان دخلوا لي انا اول الورك انت فم واحدين جاوا الخامسه، انا رئيس التنظيم المره الماضيه اللي على التنظيم تلفن علي الفجر الساعه 6:30 قال لي نحن فتنا سجلنا
قريب من 50 رقاش. الناس في الجزائر انا جيتهم السابعه حكتهم تخطاهم 100. يعني الناس هذا نوع من الايام تستفاد منه وتبقى تجيب العجله ياك تنطلس بالعجله. وتشوف قاع امراه مثلا جايه تدخل على طبيبين وجايه تركتها لا يدخلوا على طبيب اطفال. يعني هو يوم لابد له من ياسر من التنسيق. ايوه. كيفيه التحضير لليوم في الحي المعين؟ شن هي من درا كان كون تمشوا لجان التحسيس النهار الفلاني لين عدرو يوم كذا طبعا طريقة. فهم لجنة خاصة بالتحسيس وذي قاعدت ولها عنا طبيبة رئيس المركز جزاه الله خيرا بيلي الناس اللي يشتغلوا فهم قرداي مثلا الطب من المنطقة ان شاء الله فهم اللي تعدي تحسيس الخيمة والله ثنتين تعلم بيه الخلق كامله وهو ان شاء الله مشى تحسيس قاعد طب ترحيل سيز وطب في بيكا واطباب اخرين مشى لهم تحسيس على ان نحن معدلين يوم صحي في النهار الفلاني ان شاء الله عشان هذا هو طريقكم اصلا اللي طريقه اصلا انه نحن نعدلوا لجنه خاصه بالتحسيس تمشي تبي ساكن الحي تزقنا فيه تمضي فيه ساعتين ثلاثه غير نحن كما قلت لك هاي المره تولاها عنا هو طبيب صاحب اللي هو صاحب الفكره اصلا صاحب الفكره اصلا هو اللي طالبنا وقال لنا التحسيس متواليان عنكم ما شاء الله. انا بعد عندك تعقيب على الفقره بالخصوص نفس اللي قال لك الفكره احنا اللي من الاخطاء فعلا اللي استفدنا منهم المره الماضيه كان النشاط يوم الاحد واحنا اجتمعنا تحت مسيره الجمعه. هذه من ناحيه ان ما رينا فرصه، ثانيه عن جمعيات اللي ثم مجموعه من الجمعيات بدون تخصيص انهم يجوا، طبعا كل جمعيه تحسس جي مرضاها. احنا مثلا عندنا الصيدليه، الصيدليه كان هي اكبر ضغط لا يعود عليه، انا كنت مشرف على الصيدليه، بيجي الناس اللي يجي من كل اخصائيين ولا يجي كامل الدور الدواء، مشاكل عاد كلها يجي يعود مثلا هم انه يدخل هو مرضاه والله جماعه الجاي. حاولنا عن المره هذو كجمعيات طبعا مثلا انت كجمعيه جايبه شمل اشخاص تختاريهم تنطرسي واحدين اخرين كيف واحدين اخرين خلق فوضى شوي في المره الجايه قلنا عن نعدله اولا ان نحدوا من عدد الاشخاص الجايه من كل جمعيه هو اللي يعود زي موحد ولا يعود تحت اطار اللي قال الملتقى بالتالي ما في تخصيص يغير يلا نحد معناها كل جمعيه حسب قال الرئيس عن جمله الاشخاص لجنه تعود قد عود جمعيه مثلا واحده منها في التنظيم واحده منها لان عندنا لجنه التحسيس اللي قال لك هو بالاضافه لدور هذا مش سياره مشوا فيها مجموعه من الشباب في المنطقه ويجوا لاماكن تواجد الناس في السوق وفي عند بلد الماء وذيك الحالات ويعلموهم فهم لجان مكلفه بدل ينقال له جانب لوجستي من توفير الادويه والاطباء ومتابعتهم لين يوصلوا اللي منها عنده سياره يجوا منها ما عنده فهم لجنه مختصه بدل ينقال له توفير الطعام ذاك النهار الفطور والصبوح وذيك الحالات باطل اللي هي هم واحدين متوالين بناء الخيام ياكم الناس اللي جات يبثنا لهم يبثنا لهم الخيام ويقعدوا فيهم وفهم واحدين يقدموا الشاي وفهم واحدين يعدلوا الزريق وذيك الحالات باطله. اذا هو اللي رينا الحمد لله فرصه ان ننظم والتنظيم حق وبالتالي عاد كلها جاي يوم النشاط عارف ايش علي انا علي لا الباب انت واقف عنده انا علي لا الارقام نعطيه انا علي لا تاي انت من عندي هذه لا يتحدثون عن استفادة المواطنين نوعياتهم اللي استفادت من أول شيء شفتي هذا اليوم الصحي أنا يعني زين هو من اليوم الصحي الماضي به أكثر أطباء جبرنا إن شاء الله قدر من الأطباء اللي استجابوا شو جاءنا 5 أطباء عامين 3 أطباء نساء 2 طبيب أطفال 2 أطباء أسنان طبيب قلب، طبيب امراض جلديه، طبيب امراض الهضم، مسالك بوليه، وثلاثه من الصيادله، وعشره ممرضين وقابلتين، ما شاء الله 30 شخص طاقم طبي متكامل، الناس ما شاء الله يعني تعاطفت معنا و وزادت عندهم الفكره، اي طبيب تزيان عنده الفكره، ايه اخصائي اعصاب. اذا انعكس على عدد المستفيدين، من راك انعكس على عدد يعني استفادت معنا هاي المره 1000 زايده 1077 شخص بالضبط. كل طبيب عنده رقاش يكتب عدد الناس اللي دخلت على ذاك الطبيب. يعني تخصص نقولوا الطب العام دخلوا عليه 400 رقاش، تخصص طب اطفال دخلوا عليه 200 رقاش. يعني كل رقاش عنده استماره يكتب فيها عدد الاشخاص اللي استفادوا من ذاك الاطباء، وذا على اساسه نحن اليوم الصحي الجاي نحاول نشوفه ان شاء الله نزيدوا من الاطباء الثقرات اللي جبرتوا تعودوا هذا هو الهدف يعني من التنسيق من كتابه الارقام والاحصائيات. من درا كان فما تتعامل الاطباء معاكم شنبتوا على العموم؟ لا نوجهه للرئيس. الاطباء ما شاء الله ما عندهم مشكله، اي طبيب تجيه يعني اتصل بي تجيه في عيادته والله شي تشرح له الفكره تزيانه عنده يقول لك انا صايب النهار الفلاني ولا صايب النهار الفلاني، دائما على ذاك الاساس هو اللي نحدوا النهار
بلي نحدوه على الاطباء بلي الاطباء من دونهم ما يلا يخلكش وعاده نعدلوه في ويكند بلي ولي الناس كامله تعود صايبه واي طبيب نجو ان شاء الله نشرحوا له الفكره نجبروا تجاوب ما اجبرنا اي مشكله مع اي حد من الاطباء ان شاء الله. قال ذكر قبيلات اياها الاخ محمد قال عن فمات اياها انكم خلال هذا اليوم اجبرتوا بعض الجمعيات يجيبوا معاهم شي من الاشخاص ويختيروهم يسبقوا من ركانكم هذا قبلتوه بعين الاعتبار ياك تتلفاو في الايام الصحيه القادمه. شفت هذا النوع ما قد قاعد باللي لابد منه. جمعية خاصة العليات يعني فم حساسية شوي واحدة تعود تشوف واحد شيباني تقول لك هذا رياضتك لا تسبقه والله هذا فرصة لي كنت عدل لي القاية والله فرصة يعني هاي الرواية ما نقدو قاعد نتفاداها باللي دائما تخلق لا نحاولوا تو نحدوا منها نحاولوا علينا قدر المستطاع يعني يتخسر التنظيم يقول نحن لا نحاول بعد على القدر المستطاع لأننا نتلافاه يعني تنظيم يؤخذ بأكبر عدد. بالنسبة لك مميزات اليوم الصحي اللي استفدتوا أكثر شيء استفدتوا منه شنو ياك يعود لكم نموذج؟ طبعا المكاسب اللي استفدنا منها عنا فعلا حسينا عنا قدمنا خدمات استفادت من المواطنين هذا قاع هو الهدف الاول. ثانية انه خلقنا قلت لك فضاء اولا عاد عندنا خبره الحمد لله في المجال عدنا ثلاث مرات ولا اربع بعد مرات عدنا خارج اطار الملتقى يقال مرتين بعد في اطار الملتقى هيك سمعتي فعلا استفدنا من الخبره التجريبيه وفهمنا ياسر من الامور على التبسط وعندنا ملي على اطلاع بالاماكن اللي فيها كثافه سكانيه ذات دخل محدود يلا تعود هي المستهدفه في مرات القادمه. هي اماكن الاستهداف القادمه. عندي شوي ملاحظه نبقي نضيفها في اخبار لين ناخذ شوي عن الملتقى. جمعيه احنا ذكرنا قبيله لابد ان تقيس الجمعيه تخصص لابد ان تخصص احنا قبيله اخترنا تسبق ذيك المشاكل المطروحه كامله. يقال ملي في المقابل لا نعطي الشهره شوي عن العمل الجمعيه اللي تعدل. هذه الجمعيه اللي قلت لك انها تاسست اساسا تشتغل في طب الصداقه. نحن بصورة عامة نعدلوا مرضى الفشل الكلوي غير بصورة خاصة نعدلوه في مستشفى الصداقة لأنه طبعا احنا عندنا أكبر كمية أكبر عدد من المرضى موجود في الطب الكبير وفيه جمعية والله انتين طب الصداقة فيه زايد على 100 شخص تقريبا ولا فهم ما فهم جمعية اخترنا عن نشتغل في ذيك الجمعية طبعا من النشاطات اللي نعدلوه خاصة عدلنا حملة التبرع بالدم هاي الحملة طبعا من أكبر الحملات به اللي قطعنا مديرة الطب مديرة المركز لان عاد الساعه الرابعه جاتنا وقالت ان هذا ما قد قطعنا وسجل. بالتالي سجلنا 107 رواقيش وسجلنا هذه الحمله باسم الجمعيه في مركز الوطني لنقل الدم عنها خاصه باي طبعا الدم الساعه اللي شقع ما عند حد تحكم فيه قال بعد عن مرضى الفشل الكلوي بصوره عامه عنهم اولويه. وفعلا جزاهم الله خير سجلوا لنا هذا وبعد السهر عيطونا وكرمونا في فندق مونيتل في حضور رسمي عن هذه الجمعيه في العد. عندنا مجموعه من الاجهزه الكاتيه نوفروها. طبعا شي منها يجي للطب عاده تعطيه الدوله قال عاده لا يفرق ملي وحنا نعود نوفره نتولاو عمليات فيستيل معناها هذيك الحالات الضعيفه كامله ديك 45000 قلت لك بالاضافه اني نجي رقاش عود مازال مرته الاولى نقبض ملفون عدول الملف الضمان الاجتماعي هذا اللي يضمن له يتم يصفي مجانا ويضمن له ملي انه يحضر في ذاك التخفيض اللي يعود قد يخلص الا 45000 طبعا في مجموعه من الاشخاص هم اللي عدلنا دراسه ليك الحالات كامله وقبضنا الاضعف منهم فرقة 15 ل 20 عدنا قبولها دواها بشكل ثابت شهريا والمجموعه الاخرى اللي محددين لها ميزانيه رمزيه كاع تم في ايام تصفيه الناس اللي مسجلين على روايحكم راكانكم تواكبوا تصفيتهم طبعا شفت تحضروا معاهم نهار التصفيه وتعودوا طبيعي طبيعي احنا عندنا فريق شيء مقدم لهم لا احنا عندنا فريق هو قاع مقدم لهم وخارجه شيء قاع متوكف به الطب اصبوح ومقداهم ذيك الحالات متوكف بها الطب نحن اللي عندنا فريق مداومه كل يوم فهم شخصين يجوا والله ثلاثه حسب بعض دورهم شنو عنهم يجوا احنا مثلا دورنا مراقب احنا ما عندنا عمل ميداني نعدلوا معهم باللي هاي شغلته للطب والطاقم الطبي من شويه لا شيء تكميلي فهم هم يقولون ان صاحب التصفيه يجي مثلا مريض جديد يقول الناس طالعين الطب الاطباء ولا الممرضين والله اداره القسم تقول له مراه فلان هذا جاء جديد يخرصوا هو حالته إلى عاد يمكن انه مثلا مازال محتاج الكاتيه إلى عاد عند الطب يطول له ما عنده يعلمه نحن نعود نطول له. هذا المريض يلا يعدل له ضمان اجتماعي، معناها يقبل كردان ديتو يقيس البلديه يعدل له شهاده فقر يقيس الشؤون الاجتماعيه، يعني نعود عاد عنده ضمان اجتماعي من خلاله تم يصفي. حتى إلى عاد اللي محتاج للدواء هذا هو دور الفريق معناها يوميا اول نهار اخر نهار عندنا مجموعه تطلع بشكل رسمي عندها بلان داكسيون تطلع عليه.
من رقانكم تتكفلوا بنقلهم اللي هم المرضى الفشل الكلوي يلحقوا للاسف والله كيف انهم زاد صفا وتلحقوهم لا 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 ما عرفنا هذيك قد طرحت علينا هذه الفكره اللي غير احنا اللي امكانياتنا محدوده جدا احنا مجموعه من الطلاب اكثر يشتغل في رؤى لكم في المستقبل طبعا طبعا هاي الخطه طارحينها وخاصه الناس اللي تعدل كاتريم سيونس يعني الناس اللي حصصها توخر اللي هي اولويه اللي الناس فيهم واحدين حصه معصبه من الثامنه حصه ميدي حصه الرابعه حصه العاشره الناس اللي الحصه الرابعه يوفاوا لا العاشر ولا 11 وطبعا ياسر من ساكن في الترحيل واللي في سيزيوم وهذه من الامور اللي متباركه معنا درسوا ان شاء الله نتغلبوا عليها المجداتنا والله ملا راهو متبرع يساهم بذروه اللي هي ان نتم وننقلهم اللي مخصصين لهم الله هذا بشكل ثابت واكبتهم في توفير لهم طريقه سلسه لتعداد تواقطهم اياك يستفاد حق نعدلوها وقلت لكم اللي عندنا ذول اللي منهم كان قالوا للجهزة بالاضافه ليك 20 رقاج اللي نعطوها الادويه بشكل ثابت عارفين ادويتها وكل شهر ترى محدد عندنا صيدليين قالوا صيدليه البشرى بالمناسبه رانا شاكرين للزميل عبيد والعبيد لانه فعلا يسهل لنا ياسم الامور يتلفن لنا مريض يعود محتاج للدواء احنا ما عندنا الفضل ذاك الوقت والله ما فهم حد لا يوفرونه هو مجانا اللي نخلص على راحته الله يجازيك بالخير ان شاء الله نبقى مشاهدينا الكرام مع عزيز اخصائي امراض القلب يشرح رايه في اليوم الصحي عموما نرجع لكم بعدها ان شاء الله احنا نأكد على أهمية هذه النوعية من الأنشطة التحسيسية وفي المقام الثاني عبارة عن مسح دبيستاج للأمراض سرتو احنا عندنا في أمراض القلب عندنا الناس ما تجي للطب تبحث عن الضغط أو لا تقيس ضغطه هو مرض الصامت ما عنده أي أعراض غالبا الناس تجي لأنه هو تشبر الأعراض هذه النوعية من الأنشطة أهميته فعلا المرضى يجوا كذا نعد المسح شامل نعرف ذاك اللي منهم يعاني من أمراضه مزينة خصوصا الضغط اللي هو عبارة عن أصل الأمراض كاملة هو اللي في النهاية يخلف على القلب وعلى الدماغ وعلى الجهاز العصبي. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام لاستكمال فقرات برنامج يوم الجديد اللي اليوم موضوع التنسيق في مجال العمل التطوعي الأيام التطوعية نموذجها ولهنا نرجع لكم لرئيس ملتقى العمل الخيري تقولون تحدثون عن إقبال المواطنين على الأيام التطوعية عموما بما أنكم فتعدلتوا نموذجين من الأيام التطوعية. يعني الإقبال دائما يعود يعني كان أكثر إقبالكم من عدلتوا أنتم تحسيس على مستواكم أنتم والله أكثر الإقبال اللي عاد متولي عنكم المرة الماضية أكثر الإقبال اللي نتولوه معنا اللي هم يعرفوا المنطقة فهم يعني يشتغلوا فهم واللي فيهم اللي ساكن فهم إذا أخبرهم أنهم في ذيك البلاصة وبالتالي ان شاء الله جانا استفدنا منه اولا وفرنا نحن وقت نقدروا نعدلوا فيه شيء ثاني وتولاوه معنا ذيك القضيه ثانيا المولي هما كما قلت لك اخبر منا في المنطقه ويعرفوا الطريقه اللي استخدموا بها الناس وان شاء الله فتبارك الله جانا ياسر من الخرق الناس تجي مولي تجي الفجر اياك تقبل مثلا الارقام الاولى اذا لابد من الفجر يعود المنظمين فهم وإن شاء الله قاع المرة الماضية قدر منهم بيات قاع فهم إياك والله من درس استفادة ذوك اليوم التطوعي الأول اللي قايل إنها أقل ذاك من ناقص عندك بالنسبة لك كانوا من تحسيسكم أنتم كانوا تحسيسنا إحنا أنا من المنطقة من رأسها وش في المنطقة في منطقة الترحيل فيها كثافة سكانية وخلقها ما شاء الله ياسر ومنطقة قريبة وضعيف مناطق ضعيف وبينما دار السلامه خلق ياسر فهم فعلا يا غير ما جانا نحن من القدر اللي عاد عندك تعقيب استاذ محمد ملاحظه كي قلت المنطقه اللي خلق دار السلامه منطقه بعيده اولا ولا عند وكثافتها ما هي ياسر وبعيد مثلا حتى لا اعلم بها رقاج بعرفات اللي قال له اليوم صحي راه شور جيني من التيار هذا مستصعب طبعا كي قالت لك من الايجابيات اللي استفدنا منها ان اولا وسعنا التحسيس سعنا التحسيس استخدمنا السوشيال ميديا كامله وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك والواتساب طبعا اللي زياده الجمعيات هذا معناها زياده تلقائيه للتحسيس احنا كنا 5 جمعيات والله 6 والله 10 المره الماضيه 15 جمعيه تحسيسنا ما هو كيف تحسيس 50 جمعيه طبعا الملكي قال لك رئيس رأينا فرصه ان ننظموا اكثر بالاضافه للعد الطبيب الرئيس عن طريق الناس اللي تجي ومن طريق كلها يعلم احنا قبلنا سياره ودرنا فيها 4 اشخاص وظلوا قلت لك يزقنوا ذيك المنطقه كامله وبالتالي هذه من الامور اللي زادت النسبه. طبعا مولي عن المره الماضيه فم اضافه نوعيه، المره الماضيه كان الاستشارات المجانيه بالاضافه للدواء. ذي المره العاقبانه لان رأينا مركز حكم المركز الصحي متكامل فيه مختبر وفيه ليكوغرافي وفيه الحالات كامله عاد
اكثر اقبال اكثر حق بعض. هو استفاد من الفحوصات مستفاد الماضي ما بيجي المركز ما يجي بينما هذا المركز في اللي في الترحي فيه بل فحوصات الدم وبل يعني الناس استفادت منه. طبعا السيد الرئيس لا يتعلقون على بعض الصور اللي عندنا. طبعا هذه هاي الخيمه باينه قدام الصيدليه الصيدليه اللي استفاد. هاي الصيدليه هون ان شاء الله اجبرنا قدر من الادويه وجبتوها طبيب الاسنان لين هو الادويه حكون شارينها نحن كامل. طبيب الاطفال جزاه الله خيرا. او شوف هذا اسماء الجمعيات كاملين المشاركين قريب من 30 جمعيه شاركت في هذا اليوم الصحي. عاد عندك شوي اضافه تقول ان اهميه هذا النوع من الايام في مجال الكشف المبكر عن بعض الامراض. ترى كان الناس اللي استفادوا قالوا لكم انهم كشف عن كيف ما قالك دكتور عزيز قالها قبل في تصريحه انهم هذه الايام تكشف يعني امراض الناس اصلا ما يعود الواحد يعود حاسب شوي يقر ما عنده مقدره يقيس بالطب ولا يتم قاعد ينين يكبر المرض فيه. بينما انت توفري له هذا اليوم الصحي ويقدر يكتشف المرض مبكرا وبالحاله دي يقدر يحاول يتعالج منه بالعجله. بينما هو يقعد ما عنده الامكانيه يقيس طب لا يتم قاعد ما استفاد ولا اجبر حد يمشي به شور طب ويتفاقم المرض عليه يقعد ما تلقى يداوي. من رايك كان اذا حد منذ لا قدر الله المرضى والله المستفيدين من الايام الى كشف عن مرض ما فيه وكان فماتيها وسيله للتواصل معاكم والله بعض الجمعيات المختصه نحن يتواصل معنا الطبيب اللي اصلا كانت تبارك معه لا يقولنا هذا المريض فيه مرض ما هو كذا والله محتاج المتابعه والحاله اللي نحاول نحن نشوفه كان نتابعه معه لكن الطبيب يتم يعدل عنده فحوصات ويقيسوا شهور العياده ولا شهور الطب الكبير ولا البلاصه اللي يطلع فيها وتم نحن متابعين معه هنا انا كل طبيب من الاطباء اللي شاركوا في اليوم الصحي عنده تقرير له يرفعوا شوركم انتم فيه الحالات اللي جاوا ما هو تقرير حكما بعد لا ولا يحسسنا بها كذا يقول لنا هذا المريض يعطيكم تتابعوا معه باللي محتاج كذا والله محتاج كذا فهمتي باللي الحق درجه ما هذا اليوم صحي ما تل يزيلوا شيء لابد له من يعدل فحوصات والله يعدل مثلا والله يعدل شيء ياك طريقه اللي الله يتبع المرض. بعد عندك تعقيب تفضل طبعا محمد. قلت الفكره عن مثلا ما هو شيء كي قال لك ما هو تقرير يغير كملاحظه ومشكوره عليهم. مثلا هذا الطبيب اللي يجي مريض ولا يكتب له والله شوف يلاحظ هو عن هذا حالته تحتاج فحوص تكميليه والله كيف قال يحتاج ذا وطبعا له يعيط لحد من المقيمين يقول له هذا المريض راه شفته قال هذا يا الله يقيس الطب الفلاني والله يا الله يواصل معه. هون يبقى الخيار عنه يا اما نعود احنا في برنامجنا نقدر نتابعه لين يتكفل به ولا ماذاك نعود ننبهه هو انه راه هذا اليوم قبل الدواء قال يا الله يقيس الطب الفلاني والله يا الله يكمل في الحاله الفلاني. هذه هي الحالات اللي طبعا يتاح الفرصه اصلا للناس ان فعلا في حالات تعودها عاديه اي قطعا يجي واحد يقول كان اللي 15 يوم خارج لك كذا قال لا ما قديت نقيس طب ولا لا كذا عنده تصورته عن الفحوص واعره عن الدواء ولين قال لي اللي هون اليوم واحدين اللي يسمعوا يقولوا شايف هون اخصائي متاح من فرصه عن واحده. هذا هو الايجابيات اللي قال طبعا الملاحظات اللي من المتخصصين خاصه ما حد مثلا اخصائي نساء فم واحده لاحظ عنها يا الله فعلا تعدل لها متابعه نوعيه وحسس بها واتصلنا بها. انا بعد اتصلت بها بشكل شخصي قلت لها عنها بطريقه وتوبس لسا عنها يا الله تحاول لها تواصل راه اليوم اعطاها شنو الدواء غير ما هو كيف يا الله بعد اسبوع والله ذا اذا اخترت للطبيب نعود نتابع لها معاها اللي شافت حالتها ولا اختر حد اخر. هذه هي الملاحظه اللي نستفادوا احنا منها من خلال ملاحظات الاطباء. من رايك كانكم فما بعض الجمعيات المتخصصه كيف مثلا كمثال ذي المراه كان فماتي جمعيات متخصصه في نوعيه معينه من الامراض وتقدر تتابع معاها ذي المراه كانت تستفاد مستقبلا؟ طبعا موجوده. شوف فيه جمعيات مختصه بمرضى الاعصاب الناس اللي حالات الاعصاب ويشتغلوا في مركز الاعصاب. يعني اي حد من حالات الاعصاب وكذا جمعيات مختصه في مرضى السرطان ما هي في الملتقى كيف تسعد هذه دائما نجبروا حاله ذنبتها من الناس اللي عندها السرطان نتصل بهم مسؤولهم زميل عندنا قال لهم هذه ويشوفوا هم ذاك اللي طبعا هم مجالهم وقاعدين في ذاك المجال يشتغلوا فيه وذاك اللي قد يفيد. فهم قلت لك هو الجمعيات اللي مختصه في مرضى الفشل الكلوي كيف جمعيتنا احنا كيف جمعيه النجاه الخيريه وكيف وفهم نص جمعيات هم اللي مختصين مرضى القلب هم جمعيات مختصه يعني فهم جمعيات متخصصه وهم جمعيات جمعيات عطاهم كامل
جزاهم الله خير. مثلا ما هم رادين عن اي حل جاهم يقدروا يساعدوا، اي نوعيه من الامراض جاتهم يواكبوا حقبه عندهم حالات تنسيق في الملتقى من الحالات الايجابيه اللي عدى الملتقى انه هون حالات موريتانيه للاسف في قيسو الخالد تطرح لهم مشاكل. هذه حاله وارده عند الملتقى، مريضه محتاجه 20,000 دينار اللي هي قريب من 3 ملايين. هاي الحالات مباشرة القناة تطرحها للملتقى، سيد الرئيس الله وخلي عدل الحاملة وتم ينقطع عنها حصل تفوتها كاملة. ودور قاعد يعطيكم تفاصيل كبار الطريقة اللي يرسلوها بها. معناها هذه الفرصة ما كانت متاحة. فعلا حالا عندنا حالة، عندنا مريضة راهي في تونس ومحتاجة حقيقة، محتاجة حتى كان فم نحن علمنا بها لا متوخرة. هي كانت طب، كانت فم في طب بريفي وتم لا يفكتر عليهم في الفحوصات والدقات وذا الشينين، حصل تقريبا عليهم 20,000 دينار اللي هي 3 ملايين وقيه. شهور الخارج وقبل باسبوراتهم ومشى لهم هذا تقرير من اهل من بوليس انهم يلتم يخلصوا ذيك 3 ملايين في ظرف شهر. سينو لا يحبسوا راجل زوجها هي. الحاله نحن عندنا فرصه علينا من نطرحوا الحاله لانه هذا موريتاني وفي الخارج ولين نحبس ما تيتي لا تسمع عنه شيء. وهم اللي اهلهم هون ضعاف ضعاف الى اقصى درجه، ما عندهم شيء يبيعوه باطي يستفادوا منه ما عندهم. لانك انت هون هاي الحاله ما تقد ما تطرحها نهائيا، ما تقد وما نعاونهم. من الطريقه اللي تطرحوها بها ونوعيه يعني نحن يفهم اللي عدل منها فيديو والله يعدل منها تسجيل والله شيء. نحن عندنا حاله الفلانيه وعندنا هم اللي فما طفل جزاه الله خيرا واللي دائما يمشوا عنده الفضاء وقت عندنا مرضى لها. يعني اي حاله عندنا يمشي شورها شور الطب ويتاكد منها ويتابع مع الطب ويتم يجيهم ومشوا عن طريق الفضاء يجيبها لهم. والحمد لله يعني طرحناها، الحمد لله جبرنا فاعل خير وتكفل بذيك قضيه الدول. هذا كان احنا قريب المليون وعندنا احنا درك نحصلوا لهم اللي عمليتها بي اللي عمليتها ما يتكلف مليونين زايده ونحن الحمد لله فتنا حصلنا لها مليون زايده ولا نحاولوا علينا نحصل اكثر. ياك تعدل عمليه تبي اللي نوع من العمليات واعر وخاصه في الخارج. من درى انا مسوله عنه طريقه التعاطي معاكم هي اللي تطرحوها كاعلان والله الطريقه اللي تعدلوا شنو؟ شوف نحن نطرحوها كاعلان، نحن اللي نعدلوا اعلان نقولوا عندنا حاله الفلانيه تاكدنا منها في طب كذا والله في دوله كذا ومحتاجه الماء وكذا كذا ونمشوا الفيديو ونمشوا الصور ونمشوا صور الطب كي مثلا العاده فم فحوصات ولا فم تقرير من الطب ولا فم اي شيء المشوه في المجموعه. وعلى الاساس يبدو الجمعيات كل جمعيه تعرضها على مستواها كي نقولوا الملتقى عنده حاله فلانيه ويالتنا احنا نساعدوا بها. كل جمعيه تساعد على حسب استطاعته. خارجين شيء من الجمعيات يعود مثلا نقولوا عندهم ديجا حاله ما هم قادرين يعرضوا لنا ذيك غير بعد يعطونا مثلا نقولوا شيبتو في ساعد كي نقولوا 20,000 30,000 في السوق شي يسوق هم اللي هما ديجا عندهم روايه متكفلين بها. باقي صار جمعيات يطرحوها للتبرع وان شاء الله تحصل. فما انا شفت جمعيه فاعلين خير جزاهم الله خيرا حصلوا قريب من 800,000 لهم وحدهم اللي طرحوا الحاله عندهم وبدوا لها التبرع على مستواهم. ولا الاساس الجمعيات كاملين كلها تطرح شي من الناس تحصل لها وقتها. بعد عندك تعقيب تفضل به. احنا الحمد لله عندنا نقطه قوه من الملتقى اللي هي ولد الثقه تبادل بين الجمعيات وعندنا هم اللي الحمد لله الثقه في رئيس الملتقى لانه عنده عمل مضاعف حقيقه. هو مفرغ 70% و 80% من وقته الا لهذا العمل وسيارته وبالتالي هو حلقه وصل بين الجميع. كي قال لك حاليا شو يجي الحاله عن طريق واحده من الجمعيات هي يجمع معلومات يتاكد فعلا انها حقيقيه. كيف المره الماضيه قط مشينا واحد هون شهر سينيغال الشاب الصغير مولده هو عنده عمليه يحتاج 400 ولا 500 حد اللي عندنا في 24 ساعه الحمد لله اللي انطرحت توفى. يعني هم اللي فات مشوا احتاج لفضاء علمنا وثبت الواي. الحاله احنا عندنا جروب في الواتساب اللي هو الملتقى. هي تنجمع معلومات هذه سيده كذا كذا وضعيتها كذا كذا تحتاج كذا كذا مع الدليل معناها الرساله اللي جايه من عند العياده. طبعا كي قال لك فهم جمعيه تعدل المبادره على مستواها، لا تتبنى القضيه وتدخل هي شغل جروبها الخاص وشعبها واهلها وتجمع وتجيب كميه معتبره، يعني سوء خلي ذاك الجبر كيف فاعلين الخير صداقه مره واحده جابوا 700,000 وبعدين جابوا 100,000 على مستواهم هم. طبعا لما يتقال يتم كل ساعه تنطرح الرساله ولا تنساها طبعا من ترى كان فما فم فم
مجموعه على في نفس الوقت المجموعه موازيه على فيسبوك هي تعود اكثر عندنا صفحه في المتقال تطرحوا فيها اي حاله جاتكم مثلا اي حاله عندنا نطرحوها ونتكم الفوضى مولين نقولوها نقول الحاله الفلانيه يعني جابوا المبلغ ما يعني مواكبه طبعا اعلاميه يوميا والله قاعد ما اقول لك يوميا لحظيا به اللي مثلا اللائحه اللي هي تنطرح راه اذا تزاد بعد 10000 وقيه لا تنعلم اللي قال راه الجمعيه انقطعت 10000 والجمعيات اللي منهم يجي واللي منهم اللي يتصل الرئيس يقول له رانا يخرصوا احنا بناتي يجي هو يقبضها من عنده الى راه الجمعيه استلم من عندها كذا راه استلم عندها بشكل واضح وشفاف وعنده يقول لك ذاك الشاب اللي في تونس يتصل معاه يستلم ويجيب مولي الوثائق انه استلم وسلم للناس من ترى بسم الحاله تبنوا بناء الثقه في المجتمع الموريتاني نظرتهم عموما قاع للجمعيات وانهم قاع الواحدين فيها لاش كلهم يحصل الراس وذا اكثر كانت فيها النظره بسم الحاله قديتوا توقفوا في وجه حقيقه شفت الناس بدات تنظر للجمعيات بمنظور ثاني شفت الناس ما كانت مقتنعه الناس ما كانت مقتنعه قال الحمد لله الناس بدات تعرف على ان هذا العمل هذا هو اللي يبقى لك هذا هو اللي لا تجبر انت عاقل اللي ما الثاني كامل زي انك لا يبقى لك لا عمل خير الناس الحمد لله بدات تفهم الفكره وان شاء الله دائما ما نطرحوا اي شيء في فيسبوك والله على مجموعتنا في الواتساب ما جبرنا تفاعل كبير من الخلق وكيف ما قال لكم اللي فهم ثقه بيناتنا نحن فهم ثقه بيناتنا في بين الجمعيات وبين في مع اداره المنطقه ومع الاشخاص بيناتهم فهم الحمد لله هذا ما نشاف واذا قاعد يعني هو انت ما فهم ثقه ما قد انا ما عندي الثقه بين الجمعيات وفيما بينها والملتقى انا عندي على الثقه بين الملتقى عموما بما فيه الجمعيات المنضوين تحته والمجتمع فهم ثقة فعلا بلي كما قلت لك نحن الناس تتفاعل معنا دائما يطرحوش على صفحتنا في فيسبوك والله اي شيء الناس بلي الناس تتابع شغلتك تتابع اي رواية كما قلت لك تمت فضتها والله هذا ومشيت لها لي تنطرح ذاك الوقت نحن رانا مشينا المبلغ الفلاني مع التصوير مع الفيديو حتى قاعد مع الوصول نحن قاعد نقول لك ياسر من الناس ما يطلب منا الفيديوهات ويطلب منا الصور كي يقولنا احنا واثقين فيكم غير طريقة شغلتي انا فرصة علينا من نعدلوها فرصة علينا عندك تعقيب في طريقة بناء الثقة طبيعي شفت انت سؤالك كان وجيه هو على مراحل كانت فعلا الناس عندها لا نظرة عنها وجمعيات كل حد عنده جمعية ويحصل بها لا هذا اليوم ما عكس تماما اولا احنا اللي نخرصوا حالات انا الملتقى مثلا هم مرضى مثلا ومشاو لفرنسا معدل الملتقى معناها يجمع لهم مليونين وثلاثة وعناصر الملتقى عناصر الجمعيات فيهم واحدين يستقبلوا لفرنسا ولاسبانيا ويتم على هذا ما يقدعوا عشان انت مثلا المريض انطرح وتنقبض له فيزا هو والدته واحدين يمشوا مع الطفل حال المره الماضيه الطفل مشات مع والدته شغل فرنسا معناها انهم يقبضون فيزا وانقبضت لهم بياتهم حالتهم وطبعا تعاطي الناس معناها في مستوى من الثقه متابعتهم اثناء طبعا يعودوا في مثلا حسبتي قال الطلاب خاصه واحده من الجمعيات نقول احنا ندوره في المريض له يوم الشرها ندوره اللي قالوا انتم اللي هي فرنسا ولا انتم اللي في اسبانيا اللي حاولوا معاه الثقه اللي هي تنكسب من خلال كيف قال لك ان نطرح القضيه تتفاعل معها الناس مثلا احنا نطرح حاله فيها 200 300 الف تحصل لك حاله فيها مليون تحصل معناها هذا طبعا المشككين لا يتم الا خارقين والناس لا يتم الا عند التحفظ غير ملي لا بد من الامور التماصل 100% في كل الاتجاهات ما تقدر السؤال الاخير له نوجهه للسيد الرئيس الاطراف الداعمه المثال مثل هذا اللي قام تطوعيه اطرافهم الداعمه اليوم الصحي الماضي الحقيقه لا نحن هم اللي معدلين ولا الجمعيات عاده نجبروا مثلا مساعدات من هاي الشرايك الادويه ويعطونا قدر من الادويه اولا يساعدونا احنا بهم ثانيا مولي فم يعني نقول كيما نقولوا بيبليستي لهم هما كي نقول الشركه الفلانيه تبقى تعرض لتوجه فهمت اها غير هذا اليوم الصحي الماضي حقيقه ما جبرنا اي دعم من حد عدلين ولا الجمعيه شكرا لك محمد رمين والابراهيم رئيس ملتقى العمل الخيري كنت ضيفنا في فقرتنا الاولى وشكرا جزيلا لك محمد رمين والطالب الامين الامين العام لجمعيه محمد والطالب الامين الامين العام لجمعيه باحساننا تستقيم الحياه متخصصه في مرضى الفشل الكلوي نلتقي مشاهدينا الكرام في الفقره الثانيه من البرنامج في نفس الموضوع لكن من الجانب الصحي
رجعنا لكم مشاهدينا الكرام لاستكمال فقرات برنامج يوم جديد، ونواصل في نفس الموضوع اللي هو أهمية الأيام الصحية لكن من وجهة نظر طبية. ومعنا ضيفنا جديد، معنا دكتور عبد الرحمن والعبد الله، طبيب عام. مرحبا بكم وسهلا. بداية، هل أطلعتم المشاهد الكريم عن أهمية الأيام من الوجه الأيام الصحية عموما بوجهة نظر من وجهة نظر الطبية؟ من حيث الأهمية، الأيام الطبية هنا تقريب الصحة المواطن، خصوصا في المناطق اللي معزولة، اللي مثل ضواحين ورشوط، ياس مواطنين مثلا ما عندهم إمكانيات اللي قد يمشي شورى طباب صداقة وزايد طب كبير. نحاولوا في ذو جمعيات اللي أنا أعتبر واحد مثلا عضو في واحدة منهم، نقرب دائما عدو يوم صحي في واحدة منهم، نقرب الخدمة من المواطنين. وأساسا دائما يخص اللي أنا رينجر كشر مبكر. كنت مثلا في ذو اليوم الصحي اللي عدنا جبنا في حالة فاقدة حادة، جبنا حادة مولاتها عنده سايك موغلوبين حتى ومشينا شورى طب صداقة. هذا هو دائما الأساس اللي نعدل عليه، واللي أكثر يستفاد من أكثر من الناس اللي ما تقدر تمشي. فمياس من الخرق معدم مالي حق معدم، يعني دائما في مجوني حالة المركز عندنا لابد أن تصل بوحدة من الجمعيات نعطيهم حالة أنها راو معدم ولا عنده باش عنده دواء يقبضه ما عنده، والله لابد لهم فحص الفلاني بدهم يتكفلوا به. وتقريب دائما تقريب المواطن أخبر الصحة أنه مثلا عنده أولويات دون قاع الصحة، أنه يفوت عيفوت شهر موجوع ما يقدر يصطب بظروفه المادية، ما يقدر يصطب عيفوت أسبوع يجيني في الطب يقول أسبوع صابر. كان مثلا كيت مثلا الشاشة يوم ونجي واحدين يقول من الأسبوع يشير قابل يسهل ما قدروا يقيسوا في الطب. الأسبوع ما يداوبش من دو تغليدي. نيو عدوه عاد ضعيف عاد يشير وعاد مثلا في قياس من لما حد لم يجيبوه. فاتوا خلعوا عليه حتى حد لم يجيبوه. معناه مضعفوه. بالنسبة لك أهمية هاي الأيام الصحية من وجهة نظركم كأداة طبية شن هي؟ لا هي منها الكشف المبكر؟ هي من وجهة نظري أنا ومن وجهة نظر مثلا جميع الأطباء، هي تقريب المواطن ضعيف مثلا استشارة مجانية بيقوم مجرد ينقال لها مجانية يجي فهمت، يعدم فيه دافع مسبق ما يجي انه ما عنده امكانيات. هذا هو اول قاع شي من هدافة، انه مجرد يقول انه راهو نعرف لاني فيه يوم صحي تطوعي يجوا كاملين، اللي منهم قد يجي اللي مثلا ما كان قد يجي. وهذا كيف يعني مثلا عدوة كان واحد عنده مرض والله يحس بالام ولا يقدر يجي للطب بينه ما عنده باش يعدل، ينقالوا الصبح ولا نهار فلان يراه ولا يجي، يعودون هنا يجي في الاخصائيين والاطباء العامين يجي ولا يجي هو يجي مع الاسره كامله، بيجي مع الشاشره ويعرض مع الطبيب العام والطبيب الاطفال حتى بعد كل ما هم حاسين حتى يجي بالاسره لعل هو عنده فرصه جبرها ما عنده الماديه اللي يقدر يمشي بهم كاملين. يعني فرصة جبار فرصة يجي ويكتشف مثلا كنت مثلا أطفال يجيب أطفال كاملين يجيب دخل من طبيب أطفال أخصائي والله مولي هو مولي عنده كان عنده مرض والله ما يقدر يجي والله مثلا نساء عنده مثلا كان مشاكل مثلا في الدورة تأخذ دورة اللي هو عنده أخصائي نساء ما كان تخش عليه والله بعيد عليها تجي وتشوف مثلا يشوف مثلا عنده أي فحص يطلبهم والله مولي عنده دول يعطيه مثلا يقول عندك دول فلاني والله يعطيك تتعدي كذا ولا كذا. بالنسبة لك أهمية الكشف المبكر والفحوصات على صحة المواطن عموما شنو هي؟ هي أهمية هي اللي جزء من الوقاية مثلا مبكر مثلا يعود مثلا كشف مبكر يتعلم يعالج بدل يعود عاد مثلا افتاد بتعلم ما تقدر يعالج عاد مثلا علاج يعود صعيب بدل مكانها مثلا لا يعود مثلا كافي مثلا مبلغ معين اللي يداوي به لا يعود بدل عاد مياسر كذا قال لكم انه يجمعوا لا بده يجمعوا له كمية كبيرة من الفضاء يداوي لين يخلق مثلا يكتشفوا مبكر هذا قاعد من حيث الاقتصاد يعود مثلا اقل تكلفه عليه هو وعلى مولي الجمعيات والله على اي حدا يعاونه من هو اللي يفتعد عاد لابد عاد يمشي الخارج والله عاد لابد يصفي والله عاد يعد قسطره ما كنت مثلا هذا مثلا عاد من البدايه اكتشفوا من البدايه. من رب بالنسبه لك الفحوصات عموما تعدالهم شن هي انعكاساته على المواطن؟ الفحوص يا الله يوجههم الطبيب والله خارج شيء من الخلق لا يحس بشيء يعود قاع طبيب راسه يقول انا يلا تنعدل الفحص ياك نقيس الطبيب الفلاني لا لا ذاك خارجين فيه من الناس ذاك من بيته لا يوجعوا راسه قال انا يلا تمشي نقيس صاحب عيني شوف والله يوجع عيني خارجين يمشي الناس العكس يجي الطبيب يقول لا تتعدل الفحوص كذا فحوص الدم يا هو الصحيح تتعدل الفحوص كذا تتعدل الفحوص تجيبه من يشوف وعين مولي يمشي عدل يرجع له ما يمشي حتى مولي ذاك مولي يجي دور عدل فحص راسه يمشي عدل فحص ويتكلف ويرجع له الفحص ما يسبب طبيعي اللي انا وانتم عندهم وسوس انه لا بد عدل فحص خلق بعضيه من الناس يعود هو اصلا في الحاله الطبيعيه اللي يلقى لين يحس بشيء يقيس طبيب عام
طبيب عام هو اللي يوجهه. خارج من الخلق لاني يحس بحرقفته مثلا يقول انا توجعني حرقفتي يلا تنقيس طبيب اخصائي في العظام. نظرتكم انتم كاطبائيين شنو؟ ذاك قصه من المجتمع. مجتمع فيه مثلا عاده سيد فاخر انه بدل ما يقيس طبيب عام يدخل طبيب عام في طب الدوله ولا عياده خاصه يقول لك لا ينقيس اخصائي. هو اللي حدد الاخصائي الراس. هو واحد اخصائي الراس ياك يقول لك نختصر. انت تختصر العكس. انت اللي تقيس اخصائي لا يشوف الا النظره اللي عنده هو مثلا التخصص اللي عنده هو. انت تشوف اللي يرجع كاع ما عنده علاقه به هو. مثلا عنده علاقه به لازم تعد مثلا خطه طبيب عام هو الاول هو اللي يشوف اللي مثلا اللي قلت له نواجه حد هو يوجهك اما يقدر يداويك ولا ما يداويك يوجهك صور الاخصائي اللي تقيس. ما انك توجعك شنو قالوا كرشاك يعني من قيس اخصائي الامراض الهضميه. انت تقعد يعني عندك العكس عندك شيء ثاني فاهم. هذه مشكلة دائما تبدا من هو لازم طبيب العام هذا مولي دور مثلا الاعلام اسم عود مريض طبيب العام هو الاول يبدا فيه. ما انك ما هو عود ماشي الاخصائي هو الاول حد يرجع طبيب عام يفتكس الاخصائي ويتكلف في مشاكل هو ما اكتشف فيه عود مولي لا يلوذ يقيس اخصائي ثاني مولي مثلا يبدل الاخصائي ذاك كان جهاز هضمي يقيس اخصائي الاعصاب وهكذا يتمول عند راسه يبدل. هذه النظرة بالنسبة لك ان شاء الله ينقض عليها باسم الحالة. المجتمع توعية المجتمع لازم توعية المجتمع لازم الاعلام توعية المجتمع ان مثلا من الكشف يبدا عن طبيب العام الاستشارة الأولى تبدا عن طبيب العام راهو عاقب لك يعود طبيب العام مثلا ما قد والله شاف انه الزام انه يمشي شهر الاخصائي يبدا يمشي. بالنسبه لك ما هي الفتره الاكثر هذه الفتره اللي علينا بما اننا قابلين ان شاء الله تعالى على فتره الخريف دائما ينتشروا فيها ياسر من الامراض كيفيه الوقايه منهم الوقايه السليمه يعني كاع رقاج ما يقرب من الطب ولا شيء ذلك ان شاء الله ما يقرب من الطب ذلك اكثر شيء مثلا زمن الخريف هو الاسهال وعندنا الاطفال والامراض الجلديه وهذا كامل سبب كامل لا الوساخ والمياه راكده اكثر الامراض قلت لهم الاسهال المرض الجلدي ظهرت هذه الفتره اكثر شيء لسان المرض الجلدي وحمت الناموس تبدا دائما تبدا مع شهر 9 باش تعود عاد الخريف عاد في الخريف حتى هي تبدا نقضيك مثلا بدايه الخريف دائما يعود لا لسان المرض الجلدي مثلا الماء عادي ياسر ما تروح والشاشة يلعبوا فيه اذا كامل هم اللي يبداوا فيه. بالنسبه لك شنو هي كيف الوقايه منها؟ والامراض الاثنين هي الوقايه خير من العلاج. تبدا من الاسره هذا يشير مثلا ميات ويعود مثلا يعود ومثلا بعضنا يقول مثلا الترحيب بعض ما نعود واخر هذاك هو يشير قدامه هلو يلعب الوساخ. معناها تبدا من عنده الاول اهلو ميات محاضر. من درى انه تاخذ على ذي ضركاتي يشير يلعب الوساخ من درى شنو هو تصرفك انت كطبيب عام ومسؤول ومالي؟ عندك عندك مثلا تنزقي تقولي اخو عنده وساخ ولا مش عنده وساخ قاعدتك تجربه قاعد شيء قاعد ما هو عالم به كثير ما كثير وكيف عنده. ما تربوا ادري اهله عادوا قريب منه اهله انت تودي له في الطريق مثل ما تعرفي مني ما تودي له في الطريق هو تاخذ قاعد تاخذ في الطريق من بارتي تبارك مع شيخ مع بارتي قلب طريقه الوقايه من الامراض الاثنين اللي ياسرين في بدايه الخريف شنبتها لا نظافه هم هذول الاثنين لا نظافه طريقه من النظافه وخصوصا مثلا في الاكل مثلا نظافه الشاشه وكيلو ياسر دائما نظيف ولي سهل دائما يجي لا عن طريق هذا الاكل ولا الشرب الاكل ولا الشرب وصلنا مرضى جلدية الوساخ اللي مطروح قدامه ولسببها كامل. ما هي أهمية نشر الثقافة الصحية والوقاية في صفوف المواطنين بالنسبة لك؟ هي أهميتها مثلا هذا قاعد مثلا ضروري حتى بك أنت باش نشرتيه باش خف المرض. باش نشرت مثلا الوقاية يعطي الناس تعرف النظافة الأساسية ونعطي الشيء دائما يعود معروف له شيء يعود نقص المرض بدل ينتج ما تعدل يعود المرض زايد معناها الأساسي منها دائما الوقاية أساسية كان الوقاية. الطريقة المثلى لنشر الثقافة عندك أنها شنو؟ توعية المواطن. طريقة التوعية اللي عندك أنت بالنسبة لك أكثر نجاعة أكثر استقطاب للمواطنين شنو؟ نحن نعدلهم مثلا في الطبيين يجينا حد مثلا يجينا والد مثلا يشي جاي معه والده مثلا قابل يسهل ولا مثلا في أمراض جدية نقول من هذا يا ريتهم هم يحافظوا عليه يقولوا هو خال كان يلعب مع الشاشه وكذا يا ريتهم يحافظوا عليه اللي وين ياخذ مثلا ياخذ يلعب مع الشاشه فيه يمشي يقسل وسخ انه هو البدايه تبدا عنده هو ياك حافظ على يشيرو يبدا هو يعدلها مثلا ما يخليه يمشي يفوت عنه ساعتين ثلاثه ما شافو يرجع له مدعقا دحمي سوي وراجع له مثلا ما يعرف هو منين كان. معناها الوقايه تبدا دائما عند الاسره.
يقير دوركم انتم نحن توعيه الاسره توعيه من الابوين اللي يجونا نوع من هذا الشيء اللي يحافظ عليه انه ما يخليه ماشي من معصبح اذا والله يمشي وقت طويل شهر اشنو بديه ظل في النهار كامل فيها مثلا ما عرفوا ولا شيء ونيجي مولدي مثلا ما يخصوا لباس وكانوا مسخ لهم مسخ ما عرف كانوا كان حتى انهم لا واحد يدخل مازال يدخل منهم يلحق رقده مطروح معاه غسل يديه اللي فيه يدوب يسوى ذاك كان عاقب يسوى كان قدام كان عدل بيدي الطريقه المثلى الرساله اللي تختاروا توجهوا لاي اب جالس والله ام جالسه ياك تعود هكا ويقايشن هي وقي العنايه بالاطفال معناتها تطرح اهتمام حقيقي ما تخلي شيء اخر نهار كامل ويرجعك انت مولد هو لازم يجيد هو طعام مطروح وتبارك ما ياكل بدون ما ينظف بدون ما يغسل يدي بدون ما لباسه كان لابس كاع ما ينظفه معناها لباسك دوز في نهار هذا ما ينظفه معناها البدايه دائما توعيه دام عند الوالدين ما هي خصوصيه صحيه بالنسبه للاطفال كفئه هشه الامراض دائما يستهدفوهم دائما هم اكثر عرضه للامراض خصوصيتهم لا يثري معنى الاساسي دائما لا يعود دائما رعايه صحيه ما عند الوالدين من رعايه مؤكده من عند الوالدينهم عنهم هم كفئه هشه دائما هدف الكثير من الامراض هي هشه هي بان عند حد كفيل بها يعني تعود هو الواعي بيو يشير مثلا ما عرفنا حتى البنيه العامه لهم هما هش ما يفاتعدوا عندهم مناعه ضد ياسر من الامراض انا اتكلم عندهم كيفيد من عنده حد هو يولد عارف يمشي يعني تعدوا العارف مش ما هم يمون تخلي بالهواء لا يمشي بقعد عدلوا يضل نهار كامل زقنا بالوسخ رجع لازم يعود اللي مسؤول عن مثلا والدهم واللي يعود مسؤول عن كامل مثلا مسؤول عن نظافتهم وعن مراقبتهم انت تخلي الشيء يخل مثلا ما تراقبه معنى الوعد الوسخ والعكس يجبرش مش عايزين شو بيهم ولي معنى الوالدين هم اللي قالت ما يبدأوا بها الوالدين توعية يقير كجهة مختصة انتوما الوالدين يالتكم تعدلوا كذا يالتكم تعدلوا كذا كنقاط توجهوها منهم كراسي وجه مرة السيد انا قلت وجه مرة السيد انها يشي يعتعد عارفين شنو نظافته يعتمد عارفين شنو قال الطريقة اللي يالتهم ينظفوها بها غلطكم تعودوا تصقروا لهم ايديهم كل ما دخلوا عاقب لهم هم يعتمد بعد ابصر شو تقول لهم يعتمدوا ايديهم سابوا لوكي يعتمد ما انا قاعد مثلا تنظف كل وقت كان يدخل كان يلعب والله شيء سابع لوكي سابع يوكل يعطيك نظف يدي هذا ابصر شو تقول مشكلة هم اللي مثلا اللي شو قال مثلا مواظب هو مثلا يقول انا ماني صايب والله والله ماني صايب كان عندي شنو نعدلو مثلا بعد اساسي من كامل لوكيل اساسي سابيو كذا نظف اليدين. هذه الفتره دائما ينقال عنها فيها كيف تقبلات انها يكثر فيها الاسهال والامراض الجلديه بس من حاله الامراض الجلديه خصوصا نوعيه الامراض الجلديه اللي تكثر في الفتره هكشن. الامراض الجلديه كامله اللي يقول مثلا يقول شنو البيضان خربت والله مرض جديد كامل تخلي لك شاشرة مرض جديد اللي من هذه الحكي عد حكي حتى يشير عد من هذه في حب يحكو معنى لي ما بالنسبة قاع ماني مخصصة في أقبال بالنسبة للرواقج الكبار نوعيات الأمراض الجلدية اللي تكسر في ذي الفترة أركشني هاي أمراض جديد تخطي فترة دائما لا 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 أمراض جديد لسبب كامل وسخ مثلا مثلا ماما هو لا يفوت من هاي قبل نهاية طول هذا من يقبل الدواء يوفى عنه غير أساسي دائما فيه وقائم دائما لنقى النظافة مثلا ما في شيء. عن كيفية إصابتهم أنا مسؤول عن أنواعهم قلت الحكة وكذا. ياسر مثلا كلام حسان ياسر عنده كل جهة عنده مسميات. ايوه. واحد يقولوا خلفت، واحد يقولوا كرط هذا هم دائما أساسي يقبلوا الشاشر. مثلا كان فما هذه حساسية تقبل في الفترة أركاتيها عطاس كان في مصاحبة لهذه الفترة الأساس. لا لا. ما فهمتيها تغير المناخ هو فصل الصيف من جهه مثلا ما في مديتا ستون واقش مثلا ما في رطوبه البلايص اللي عندهم مثلا الحساسيه لا يعود عطاس يعني عندهم برد مع رطوبه عندهم مثلا في فتره الصيف مثلا ما تخليش اساسا عندهم دامج جديد من حكه يتقبل مثلا شيء يقولوا له بروت والله شيء شوي ينبت ويعقب يخال منه شوي دم تميز به ذي الفترة والله ما هي فترة رطوبة لا الفترة مثلا مناطق الخريف تعود فيه المياسر المطروح المياسر تعود فيه نواكشوط مثلا البلايصة فيه المياسر مثلا منطقة قريبة الترحيل لما حكومة ما ينقع فيها مثلا منطقة اللي ياسر فيها زير مثلا بيضة كاملة ما ينقع فيها
ومن المناطق الاخرى اللي اكثر فيهم الماء ياسر، نوعيات الامراض اللي تخلق فيهم شيء كامل امراض المرض تخلق مرض جديد كامل مرض جديد شي كامل طبعا عن طريق الممسخ بدل المياه راكده تخلق فيهم هذا الماء مي خصوصيه مثلا تقين تقل كيفيه الوقايه منهم؟ لا تجنب لا تجنب الوقايه الوقايه لا تجنب النظافه لا تجنب النظافة. بالنسبة لك ما أبرز التصرفات الغير صحية التي تضر بصحة المواطن؟ التصرفات غير صحية كان مثلا حد مثلا ما طرح أي اهتمام بصحته من وكيل من نظافة وحتى من مسكن السكن اللي فيه مثلا ما طرح فيه مثلا ساكن هو ساكن مع الحيوانات نفس الدار فيها أسرة شاشرة ونفس الوقت مريم معهم عندهم مثلا عندهم حيوانات ساكن معهم فيها حيوان كيف؟ حيوان معيزن الناس بدها تعود اسره عندها دار واحده ولا عندها تحويشه ساكن هذا هو ساكن بلاصه وذا ينظف مره نادي ينظف للشهرين يضرب على ينظف. ايوا انعكاساته شنو هي؟ انعكاسات على الشيء على صحته اللي هم قاعدين انفسهم اللي هم في صحته. قال كيف هي المثلى الوقف الوقوف في وجه ذاك لازم 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 الحد لابد له من معيز ويعود معاه لازم يخاف عنه لازم لازم يخاف عنه لابد له من تم معاه لابد يخاف عنه لابد يخاف عنه الطريقه المثلى لابد يخاف عنه ويتم دائما ينظف لابد يخاف عنه مثلا العود مثلا تحوشه مثلا ما فيها ما اخلط فيها كامل لازم يعود معدل يمشي على الزر وينظفهم ولا يخلي مثلا يشير يلعب به مثلا يجلس يدخل ياكل وساخ يلعب معاه يلعب له ساخ ليفهم ما يخليش يلعب يلعب بجديات صغيرين يلعب بجديات صغيرين يلعب بالنسبه لك هناك ما يسمى بالتداوي العشوائي اللي هو حد الان يحس بشيء يقبض وهو من تلقاء نفسه نظرتكم انتم له كاطباء شنو؟ ذاك ياسر وين انت تقنع لك جمله ما يقتنع تقول له تويز طبيب يقول لك انا راسي وجعني بحب حب راس امور شنو هي انعكاساته الصحيه فيما بعد؟ انعكاس هو بعده منهم الخلق على كلامك هو يعود مثلا بكميه كبيره دائما يقبض هو عنده ما يقبض مثلا ما يبرا معناه انعكاس عليه هو دائما معناه يعود دائما يعود عنده ويندوز ابدا منها ايوه مثلا باراسوم عاد يقبض كميه كبيره ياك يبرا راسه هو طبعا دائما يقبض راسه مثلا ما اعطي له حد مثلا احنا نقول ياك باراسوم يقبض مثلا اربع سوايع بيناته وما يعدل يقبض لك واحد يعطي سعب واحد ثاني يمد يا اربع سوايع ولا سته؟ من راس سوايع اقل شيء اربع سوايع اقل شيء اربع سوايع اقل ولا اكثر سته؟ هو العكس هو ما عاد يعطي سعي يقبض واحد مثلا هو عنده بلاكيت طرح عنده الدار يمشي يشريها طرح عنده مثلا ما مسوي الحد حتى ما فرست ما قاع عنده استشارته هو الخاصه هذا مثلا كل نوعيه من الامراض اللي احس بها عنده سببها عنده قريب والله عنده صاحب قد قبل المرض وبدو الفلاني شافه عنده وبرا انه هو يرتب وين يقبض نفس المرض يرتب ذاك الدول اللي شان قريب والله شان صاحبه حتى هم بنيتهم ما هي واحده ما هو واحد ما هو واحد انعكاساته الصحيه فيما بعد شنو هي؟ انعكاساته هي عليه هو عليه هو انعكاساته عليه هو شخصيا هو اللي يعود الدول اللي يقبض بدون مثل استشاره ما قاعد كانوا قاعد ذي كان قابضه كان دوين فلا ما ينفع مثلا هو قبض دواء عشوائي يعطي يقول قبض دواء لابس اشاره هو قبض دواء ما يعرف كان نفس ذي المرض اللي فيه هو كان نفس ذي شاف صاحبه ولا شاف قريبه اللي كان ما هو يعني هو قاعد الدول اللي قبض قاعد مثلا عنده اعراض جانبيه ثانيه ايوه عنده اعراض جانبيه هذه من ترى ذاك الدول اللي نعود حتى قبله عنده اعراض جانبيه اخرى شنو هي انعكاساته الصحيه على ذاك المستخدم؟ يعني من نظرتكم انتم ضعف مناعته ضعف مناعته هذا الدواء عاد عنده عليه اضرار جانبيه معناها هذا الدواء عاقب اذا طاهر طبيب ما تنفع بيجي اسمه بات قبل من كميه كبيره سابقه معناها ما تنفع فيه معناها عاقب حتى هو قاس طبيب مستشار واعطاه الدواء الدواء هو اللي يستعمله هو؟ الدواء اعطاه الطبيب مثلا حسب شاف الطبيب هو اللي كان يقبل ياسر يستعمل الدواء كان يقص فارماسي يشريه ويرجع يقعد يقبض راسه. من ترى كانكم انتم كاطباء يعني يجيكم حد مدمن على نوعيه معينه من الادويه كانكم تقعدوا تفاصلوها مباشره بالعين المجرده ولا لا بد لكم من فحوص؟ من طريقه كلامه هو ولا من طريقه اللي يقول لك مثلا اللي يوصف لك هو انه وراه مثلا يقول لك انا اليوم على الصباح قبضت مثلا واحد من دوري برا لان نفعتني مع انه هو هذا دائما يقبض. يعني مجرد يقول لك انا قبضت اليوم لان نفعتني. معناه طابع عليها معناه طابع انه يقبض دائما يقبض يجيك الجرعه المعينه دائما يقبض مجرد يقول لك انا اليوم قبضت مع الصباح ولا ينفعني انا يجي أيوه. راسه يوجعه يقول لك انا مع الصباح قبضت مثلا دوري برام ولا قبضت باراستم ولا ينفعني معناه أيوه. هو طابع عليه دائما تلقائيا انت كطبيب تعرف انه طابع مجرد يقول لك انا قبضت مثلا ينفعني معناه هو طابع يقبض
من درا كان الاقراص اللي هي الحب حب الالم والاخرى المضادات الحيويه، كان تاثيرهم واحد ولا لا؟ تمام واحد بس، هو اللي يجيك مرات يقول لك اعطيني دول فلاني، والله من راسه هو يقول لك اعطيني دول فلاني، هو اللي معلوم فيا، تقول دول فلاني طيب علاش تمام اغلق لك من دول فلاني وطيلي كيف يضحك ان مثلا في المركز يجوا واحدين مثلا يقول لك انا ندور باس والله ندور حبل الالم، ثم مثلا الممرضين معاه مثلا ما ينبع مو بالسعر مثلا ما فارماسي قدام كيس يعطيه لك غير نقر طب مثلا ما يعطيك مثلا تعطوه الحد مو بالسعر مثلا واحدين يجوا لك نحن صيدليه تابعه للطب يقول لك نحن نشرو مثلا بالسعر من درا اللي كنت نسولك عنه يا كان تاثيرات الاقراص اللي مضاده للالم والاقراص الاخرى اللي هي المضادات الحيويه كان تاثيرهم على صحه المواطن واحد ولا ما هم واحد فيما بعد ما هو واحد مثل الاقراص اللي مضاده للالم صحته بعد اولا قاعد اللي مثلا يعانوا قاعد من المجتمع كامل بعدين قالوا شيء ما جبنا يقولوا ودائما باجر عمان منها باجر عمان وتثر عمان على المجمل الناس كانوا اللي كانوا بيا المجمل بيا الدواء الاحمر اسمك تنبغى الدواء الاحمر اللي هو الدول اللي دول اللي الم قول لي من عييت بعد تعود تواجه انك يجيك واحد مريض ويقول لك انه يدور الفحص الفلاني يجيك وذي النظره بسم حاله تقعد توقد عنه المواطن يعود جاي للطبيب داير ثقته التامه فيه بس من حاله نقول له هو لا هو ما يجي داير ثقه هو يجي داير نص وما هو داير قاع طشه من الثقه فيه يجي دور الفحص الفلاني دور الفحص الفلاني ودور الدور الفلاني كنت مثلا يامس جات امراه الدور قالت ندور فحص السكر انت ذيك السكر قالت لي مو في تبدا تفصص ليش؟ قالت لي ندور عند الفحص. هي جايه انها شافت مثلا حد حدا الله حسب ظهري انا شافت حد ما فيها اعراض انه كيف شي فيها هي؟ جايه الدور تاكد من فحص السكر. ايوه مثلا جايه بتلقاها بس انها الدور تعد فحص السكر. بس من حاله من قنعتها. قنعتها ان فحص السكر قاع انت ما كان فيك الاعراض اللي مثلا السنه انا مو في كامل. معناها كثير فحص في النهايه هي ما هي ماشيه كوين تعدلوا. ايوه نهايه ما يمشي كنت عدل معناه ان احنا شنو نعدل مثلا نحاولوا مثلا ياك هو انت مش معدات يعد من نفس عليه نعطوه فحص الدم معاه الدم معاه ياك هو انت مش معدات تمشي مثلا تقول لك العكس اللي دار شافي شيء ما بقي عدل ولا كذا نحاول مثلا نعطوه معاه فحص الدم معاه ياك نعدله هو ودائما نجبره مثلا نجبره سالب مثلا طبيعي فيها مثلا ما في مشكله هي جايه دور راسها يعني تعطيها طبيب ذاك واضح. نرى محاولة خلق ثقة بين الأطباء عموما والمواطنين بس من حالة قد تخلق. الأطباء العامي عموما. الأطباء العامي مشكلة. مشكلة بس المجتمع ما زال ينظر إنه يعطوا قصة أخصائي الأول. معناها بس من حالة نقدر نقطع على الكراكبال. ما زالت ذاك ما نعرف ماني شاكل قد تخلق. حتى الناس اللي في البادية اللي كان دور قصة أخصائي العظام والله أخصائي كذا. طبيعة المجتمع هو موروث مثل موروث ثقافي، الناس اللي تقعد كانت في بلاصه ترد ان فلان راهو قاس اخصائي وراهو برا. معناها انت مثلا تبقى عندك انت انت تحس بشيء تقيس اخصائي انت برا. يقير بسم الله لا تمنى الا واقفين على سر ونتحرى وما هي اللي تنقض عليها في الفتره قريب. كخطوه من الف خطوه نبدو بعد بها نبدو بتوعيه المواطن. ايوه توعيه المواطن انه يا تونين مثلا يحس بشيء سلم الطبيعي للصحه سلم طبيعي يبدا بالطبيب العام. والطبيب العام هو اللي يفتي مثلا يعدل استشاره ويعدهم في الفحص ضروري اللي الطبيب العام يا هو اللي يلا يكشف عنك كذا ويلا يكشف عنك هو اللي يلا يبدا عنده استشاره ومن يعد مثلا اي داعي للفحوص يطلبهم على اساس كل الفحوص هو اللي يوجهه يا تو قيس اخصائي فلان ولا والله اخصائي كذا ولا اخصائي كذا من توعيه المواطن تبدا دائما انه يا المواطن يا تو يعرف انه بدايته اي تشخيص له شيء كامل يوجعه يبدا عن طبيب العام هو وهذا هو مفرح الدولة مثلا في المغشوط مثلا جميع احياء المغشوط في مراكز صحية وكل مركز في طبيب في طبيب عام كل مركز طبيب عام مثلا المغشوط مثلا مقاطعة المغشوط 9 قليل المقاطعة ما فيها مركزين ظهر وكل مركز في طبيب عام
والمواطن. هذا هو دائما تلاحظ بعض المواطنين ينتقل من البريد اللي فيها ويعود فيها مركز صحي ويقيس طب كبير مثلا به نظرته ان ذاك الطب اللي فهم فيها لا طبيب عام في فعلا. لكن مولي نحن مولي مثلا على مستوانا مثلا ذاقهم ونيالتهم مثلا حد مثلا خلق ذيك الثقه يا الله تبدا من عندكم انتم هنا عدو مثلا حد من مثلا نيالته يحسب على وقته هو مثلا قابل تحمل عادي والله مثلا قابل اي شيء يعطي يسبق المركز اللي هي جبال مثلا الى طوال عليه 5 دقائق 10 مثلا جبال مثلا من ناحيه انه بدل من يقص طبيب كبير ولا يقص الله زيد اللي يفوت اقل شيء يفوت 45 دقيقه ياكيد خذ طبيب ما هو اياك يوصل الطب اياك يوصل طبيب خلي هو راهو فات مشى في الطريق وصل لكن انت يوصل الطب انه اقل شيء يفوت تقريبا 45 دقيقه ولا 40 دقيقه اياك يوصل قاعد تخلي الطبيب بدل طبيب الاخصائي ما هي 45 دقيقة لا بدل يعود يفجر ياك من البراقم بدل من نقص مركز صحي ويقعد فيه عادي نقص مركز صحي يجبر الدوقة من قريب يجبر طبيب عنده الوقت له كامل ثم مركز صحي مثلا إذا عاد مثلا أكثرية تجيك مثلا نهار 30 50 دقيقة نهار كامل يجبر بعد الوقت اللي يشوفه الطبيب مثلا وشخصه يعد في اي اعطيها اولويه تو اعطي والله الوقت يعطي يعد مثلا فهم فيه مثلا اولويه انه يعطي بعثه لاخصائي يعدلها بدل من هو يمشي وعد اخصائي لا بد له من وقت باش يوصل لاخصائي انت مو يوصل لاخصائي يعد اخصائي يبدا من الصفر لا يطلب له فحوص بدل من هو اذا كان خلط طبيب عام يطلب له فحوص اللي شاك طبيب عام ويمشيهم معه والله يمشي معي عاد هو يجي لاخصائي عنده فحوص هو ما تعدلهم عاد اخصائي يمشي تكميلي لا يكمل بدل ما عاد اخصائي يبدا من الصفر يطلب له فحوص كاملين اللي مثلا كان يتعدل الاول ولا كان يتعدل الثاني من ضرب بالنسبه لك انا المواطن الموريتاني من الوقايه عموما كاع كنظره ثقافته المنتشره بين وساطه كانها كاع خالقه والله ما هي خالقه ما نقول لك ما هي خالقه بعد ما هي بس من حالا قدونا وصلوا بعض مرحلة 3% ولا 4% ما تخطوا 3% تخطوا هو بس من حالا قدوا نزيدوا بالنسبة نزيدوا بالنسبة لا توعية المواطن توعية المواطن صار مليك فيها الناس كاملة فيها تبدأ من الطبيب من عند الإعلام من عند المثقف تبدأ من عند الناس كاملة كلها عنده دور فيها مثلا ما نقول لا طبيب ولا الإعلام وحده مثلا ذي قال المجتمع المدني كامل يعطوا كامل فيها هو اللي يعدل كامل بلاصه بيك انت مثقف عنده ياسم ناس يسمع له بي هو هذا مثقف عنده والكلام يقول زين عنده مثقفين موريتان بدون تخصيص بعد تعميم بعض اكثر هي منهم اللي عود عندهم نظره قاع انهم ما يطالصوا حتى الجل مع الناس العموميه والله بالنسبه لك التعميم قاع ما يتوى التعميم قاع بعد ماني معمم لا ما شاك بي هو ثم واحد يسمع قاع كلام الله هو مثلا متأثرين به حتى متأثرين به حتى مولي يجي يقول هو اللي عنده مقابل الصالح معناه انه هو ذاك مثلا يساعد حتى في توعية المواطن عليه عبء اكبر من ذلك يساعد حتى في توعية المواطن هو ما ياسم الناس فكرته هو اللي عنده مثلا والله منهج ماشي عليه عنده واحدين زين حتى مولي مثلا ذي الواحد هو اللي قاعد يقوم معناه ذاك يوعي الناس من درى انتم كاطباء عامين كانكم قطيتوا ارتأيتوا من فماتيات عود تشكيل لكم والله يوم على الاقل بما انكم كلكم يعمل في مركز صحي ما كان فماتي يوم تخصصوه لتوعيه المواطنين اللي وافدين الاطباء اللي تابعين لكم نحن نعدل يوميا نعد توعيه الناس بالناس يجيك يوم توعيه لقينا ثم يوم نخصص ما على مستوى كل مركز على مستوى كل مركز الطبيب العام هذا هو دوره اليومي مثل الناس اللي تجي مثلا يشوفوا مثلا حاله مثلا فيها مثلا نقص من توعيه والله حد من ضعيف مثلا والله مثلا ما عنده مثلا القدره انه قاعد يفهم يفهموا بالشعور انه هذا السلوك سيء حتى انه قاعد يعود لاحظ في طريقه لاحظ كيف قلت قبيلات اياها بعض التريك اللي يلعبوا في الوسخ وذاك التمونين تخرج عليكم بعض اوليائهم امورهم تنبهوهم على اللعب تركف بالبيدات الوسخ ما هو مضبوط طبعا انا قلت لك مثلا لجميع مراكز من الصحه والنشط جميع اطباء يعدلوا مجرد يجيهم هذاك مثلا عندهم مرض مثلا معدي اولا قاع يوعي هذا المرض المعدي يعطي يشير يعطي يعرف شي نظافته يعطي مثلا لباس فسخ ما يرجع يكون ينصقل يعطي مثلا عس على خوته هذا توعيه عدو جميع الطباء جميع المراكز
يومين عندهم مثلا قلت كان هو هي جهود كامل بلاصه معنا نفس الشيء يعطوا الناس كامل ياك تقريبا توعيه صحيه يعطوا الناس كامل شركه فيها مثلا ما نقول مثلا لا الطبيب ولا لا جاج واحد يعطوا عدل يعطوا الناس كامل مثلا المجتمع كامل يعطوا شركه فيها لان نرجع شويه مره اخرى دائما اي مريض توجهه مباشره لاخصائي وتخطيطه للطبيب العام شنو هي النصيحه اللي تبقى توجه للمواطنين عموما اياك يقبلوك انا ونموذج بيتموا ياخذوا على الطبيب العام ان شاء الله يقبلون نموذج والاساس دائما استشاره عن طبيب عام هذه نصيحه للمواطن الاستشارات عن طبيب عام تقدروا تقع لدي مثلا في مثلا لا اقول لهم شي لا يقنعهم يعودوا ما ادري يقدروا يعدلوا عن طبيب اخصائي قام محتاج اخصائي طبيب عام يشخصك يعطيك الدواء تبرا مثلا ما ادري مثلا تبكر مصباح يعني تبرا رقم يعني تخش على الاخصائي الوحده والله ميدي انت تقدر تقول شي طبيب عام ومثلا يشوف شخصك يعزم فحوص عنده يعطيك الدواء وتبرا معناه مثلا بدايه انك حاول تبدا عن طبيب عام هي الأولى راهو صحيح سعيدة مشاكل اختزالا لوقتك واختزالا لجهدك واختزالا لما تكمل هذا هو اللي تقدر والله بالنسبة لك كان فما فيها نصايح تختار تقدمهم للخلق اللي ساكن في المناطق اللي دائما تعود فيها الرطوبة وينقع فيها الماء خصوصا في الفترة هركاتي إننا داخلين نصيحة تجنب ذوك من المياه كاملة والأطفال خصوصا من درا كان تجنبي قد يعود ماء شامل وحدين لا بد لهم ديارهم يدخلهم الماء ولا بد لهم هذيك الطريقه اللي هذيك صح هذيك كارثه ما عند حد ما دام دخلها الماء معنى مثل ما تش معني دخلها الماء لين يدخل الماء معناه هو دور يحاول مثلا الى اكثر في النهار مثلا يحاول ياخذ منهم الماء بدل هو المخيف من الماء اللي ناقع مع الوسخ هو الماء ناقع يعود مزقع الوسخ هذا هو المخيف منه ما المخيف مثلا من دار مدة دخلها الماء كيف نصب بالماء بما ولا هم يتكلفون ان ياخذوا عنهم ذاك ما اخوي من ذلك قال لا ياخذوه عن نقر الدار ويخلوه قاعد قدامها من رايك انه قاعد قدامها لا يتمضي ثلاث ايام اربعه ما ليت انعكس عندك انها صحيح انعكس عليهم كامل من الحي كامل انعكس اقل هو طريقه الوقايه من ذاك النوع من البراك اللي ما عنده رقاج لهالشيء كان فما تياها يقبل الهارد شفال يديروا فيه مجموعه حضاريه يتكفل يعني انا دور لا شيء يعدلوه الديار قريب منه هم هو الطريقه باش يقبل شفال لازم يبقى كميه عدوه يعرفها مثلا شيء معلم له سابقا مثلا البركه كذا والله الماء كذا يعطينا في كميه من جابر كميه موبيت فهمت هذا المواطن بالعكس المواطن يطلع الموبيت مثلا قد يعطوا مثلا يقص الموبيت يشري موبيت ما يعرف الناس استعماله ويدير مثلا ما يعرفه مثلا يدير كميه زياده ورقه ما يعرف استعماله بالعكس يعطوا يرجع شهر اللي قال البلديه مجموعه حضريه هي مثلا البركه تعرف كميه تجي الموبيت ومن جابر المواطن ما يعرف المواطن يعرف انه عنده بريقه من الماء ضعيف يدير فيها كاس ولا نص كاس من جابر هذا هو اللي يعرف اخبار بركه في ياسم الشيء في ياسم بكتيريا معنى هذا مثل هو ما مسؤول عنه هو مسؤول عن ياخذ الماء عن دار والله مسؤول عن يحكم شاشته عن هذه البركه يحكم الشاشه عن البركه هي المشكله يكسر المشكله تتعرض له هو لابد عندها لابد يحكم شاشته عندي المياه لا طريقة المثلى لتجنب الأمراض بالنسبة لك هي حكيم الشاشة الشاشة حكيمه صعيب مولي والله إلا صعيب أول بيه نقول لك إن كان فماتي طريقة أخرى يقدي تمو ينطرسون هو اللي يخوفهم هو اللي يحكم اللي يخوفهم اللي يخوف يشير والشير طرف إنه مجرد يخوى عن داره مثلا ما واحد عاقل واسمع عرف صالحه معناه انه صعيب يخوفهم ذيك شنو هي قول لك لا توخذ انت وخذ لا تجبر كذا يخوف يشير الطريق اللي يخوف يعرف يشير اسمح لي يخاف نصيحه لتوجه المواطنين عموما في الفتره بالذات الفتره بالذات هي تجنب مثلا الشيء كامل عند مثلا الوسخ والله المياه راكد من راك كان الخضروات تعميلهم فواكه لازم نظافه لازم نظافه اي تعميل شيء كامل يتكلم نظافه شيء كامل هي تتكلم كي الفواكه عموما هي اللي ما تخضع على النار هو قاعد يقولوا عن شيء خضع على النار انه البكتيريا ولا ياكل فيها ينظف بعد النظافيه واسم الفواكه طريقه المثلى للنظافه ياسم الفواكه هي قشور ايوه معناها الداخل يقعد سالك اللي مثلا ما جا قشور مثلا التفاح هنا يعطي ينظف تنظيف يعطي ينظف يعطي بعد ولو بعد ابسط شيء بعد تنبض مويه ندير شوي من جافيل وينظف فيه الى جافيل شوي مثلا هو شي جافيل مركز حتى مركز مثلا كميه قليله مثلا قطره منه مثلا في شينغا يونان كافي
قطره واحده كافيه من مثلا هو يقتو عدل به. فهمت. من درا شنو هو تعامله مع الدلاح اللي ينباع مقطع؟ هذيك اسم حاله قد حد ينظفه. هذيك ما يتعمل لا تجنب وتوفش منه فات مفتاح. الدلاح اللي مقطع حد شرع يعرف انه ما يتنظفوا نهائيا، بس هو اللي ينظف اسم حاله. وهو مالي مسبات للساء. من درا شنو كيف هي المثلث نظافة التمر؟ ما نار كاتي فتره وما قد قطعني عند الارض جبل ومولي ما يصقلو ايوا ذاك اركاتي ويلو ما يصقلو يعني انا قالوا اسم يقولوا ما يصقل كاع هذا المشاكل تمر المشاكل اللي قالوا السهل عند الشاشه المشاكل اللي السهل اللي هو خصوصا في الفتره بطاك بطاك ذباب ياسر ذباب وينزل عليه كامل وينقلوا امراض ينقلوا امراض وعندك انه شنو طريقه بعض اللي قد حد يتعامل معاه فيه مشكلتك هو ما يتحدى ما قد حد يكون تعامل معه كيلو وما بعد نظافته صعيبه يا الله يفتح ان شاء الله لا تختم بنصيحه عامه تبقي توجهها نصيحه عامه مثل المواطن يعرف ان الشنقريقه هي اساسها كامل والنظافه وملي كنا نقولوا بلا الاستشاره تبدا مع طبيب عام هي الصالح بدل ما يسخ الصايب تبدا عن طبيب عام حتى هو يوجه الاخصائي هي نصيحتك. شكرا جزيلا للدكتور عبد الرحمن والعبد الله طبيب عام، كنتم ضيفنا في الفقرة الثانية من برنامج يوم جديد الذي كان موضوعه وأهمية التنسيق في مجال العمل الخيري عموما، الأيام التطوعية نموذجا، كنتم في ضيفنا في فقرته الثانية. إلى هنا نصل مشاهدينا الكرام إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج يوم جديد. الشكر كل الشكر إلى الطاقم الفني الذي أشرف على هذه الحلقة، وهذه تحياتي والسلام عليكم. Nawari mosinga kablayi udan tigora mamoda nar mosinga hakat kibangara ke hakat warana li ak mundire kuma salantan benu ogari dabari lenkia morten television kangari wat na tira tele bo television kanga kamogar her ke sunya kuna besugara ka katunu dual la golle ke di mogombe bismillah waiga bismillah arrahman arrahim marimu jama ngabani sukuni jokondi jamu أخانا نيمبي مكا بايدي سونين كاكو اندو تاخون ييري ناموندا سادو بيلا جوبي غولونغا كيمي غانا دبال كورتاتانا سروبي نوكا سيغي سونين كاكو داناني ايغانتا كي جاما دي لينكي الله غادي كي نيني مان او غانا تاخو سادو بيلا هوهو نيا نا نيا غانا خماكا خاسو bani suna fatiha khara ona salli annabi sallallahu alaihi wasallam ona duwa ngarakati wa sadin ke billa se kana nyampi ma ewa bismillah bani sugara nam fatiha khara anna annabi ma sadin da bari ona warakata kara hurugu ilu silamin kara hurun juka ma tunda gelli ganni ngan da wara linki soni ka hu angara wori mogombe gan qasi ado yiriki ado isasa kallinga manu wari ya kuna ma kata soni ka hu lenki ki gadi e kibegan kubenuga bugu dunay lenki garo to ko ere lenkiya ko ta su gadi ma sonin ka menyi ga dabar ra suya suronga simini di batenga aga ni usman musa jagana sonin gempe di hullem pe sura kempe woro pe bambaram pe angana bugu jamani ki no gondi mahalle ma suronga rantir ndey anga tan ni mortan kenye ma yo garantir nanti anga ke kari kunati ne gani kunati ihabani kunati gidani kunati kokwani yani magarni yaqub umar jagana bismillahir rahmanir rahim ngayle na kadi ngaban sukuni ti to ndi jamu baba sunin kahu ni hokore
ngamunda soni ko ngay ni haklun liti inan tuti hiti allanko o kusi maunga rakibe kinoy ado oga rakibe takasi asko wa kilanga simme wa wini simme Mohamed Korera giri diga me ko noyer na ne dinan kille ar l'islam khibare nyako kha o ku gar kebe takasi sadu l'islam billahi katoy dina gabu de sama hatam bin nyanjonga ronu dinan yanjonga allah tuna sukan parce que ho kullu kusu bogo hatam bin nyanjonga bangene dunati yanjunga bangene dunadi kutuku bagu hatam binnu nyadi ikum patam binnu serebe ganyi kamanga igara tuti akama ani allah soni kunyi di hatam binde rasuani inyi tini ken to honni ra i allah to honni ra anda dinan kususa nga kebe ko nonna munda soroni hakilin to hadiya ina maga daga kumbane ina ti ablay waya da ke ko de ada ho ko aga adu dinan ga tatel de domi ada kayin diga me nyako walla nyakun kanin terin kam ko siringa kebe kon alla kebe ganyi ganni nga sadu dinan billa alla to holliti nti hata binnu nga i alla to honni raya dina ke khagari ada kengal la ro dina ke no hondi na dalilu nyaki na kaimi o muslimo organize hene otini minna wana mani kon o jogana tini allah rabbi allah rabbi ra kero rabbi ra allah rabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi الإسلام ديني القرآن كتابي راكي الإسلام غري أدا الله توكي را بيغدا ساما أدا وتو أدارو القرآن نكون أنغ نايسال دي أنتكن كين دانغانيا ربي أغفر لي ولا اللهم رب العاد ولا اللهم رب العظيم عبد الرحمن رحمن رحيم راكي وانا غندي كن كنا كيرا اوكو كي انيو الله سادو عرب نونغا دين الاسلام ريت لكاتو سونين كون نيدي اونو كيلون تغو دوري سونين كاغم بانجي عدالة الله دو بانغان دي نلان تايتن كن نغاني دي ويام پاسو دونا سوي قا اوهي تحلانكو ويتي الله نكو دي ادو خدي كي جماني يري كي جماني يري دينا كي بيغا جونغا ريني يري الاسلام بيغا جونغا ريني يري سوني نكو نيان جونغا رونا سوكاني يان جونغا رونا هولون كاني يان جونغا رونا سلاكون كاني يان جونغا رونا ولون كاني يان جونغا رونا سوكاني سوني نكو نيان جونغا رونا nyanda ko nke ablay way ga nyanda ko dina ke gari sura ko nguruwa nkanne nga kamu soni ko nyanjo nga rono ken dina akillem peti maliki dina kille kebe o gay sasade maliki kille kebe do kebe gari almoravit ni nyandariti kamo hilisine soni kollo halle dina kamo hilisine soni ko nyen jonga ron ke dina hana be ga kille ke be ga jongari isni daga ni kharijin ya kharijin mohammed korara wat wallahi nati daga ni ibadism kunyen jongari yere iri jula ka kwa soni ko nyen jonga ron dina ke do senye be do tangaye do sabariye be gari adani soni ko la dan nyani soni ko nji kunyani gata ko ni daga jikeno ku gire ba honi yanjongaron yanda dine ke sanke katta hulunga yanda dine ke sanke katta wolawununga yanda dine ke sanke katta surakunga
كين كنا سونين كونيا نجونا خرانا محمد كوريرا أنغا تكين دعانا أما خرا أما دينا خرا أما القرآن خرا أما عربين خرا كتي ساسان ساسلوني نا كنا خد دعانا تاني كده دبو مودينو سكي جدي مخا خرانيمو يكتا بمباي maison de la culture asoutouana khore yanda kharani munci gindi ke mortani nokondi sada soukari kitabe ke haga maison de la culture ibe gan tato khana daga nona khana tindi khana hay kibabu nyanda sah igara sah bani soutoko ado anga kharano khube anga sareno khube serebe gan modi anga da sorobe no kharangu kitabu be anga di khara ado ando kibabu nunga mo khobe kede antomunda kede odaya na domi aha onan tangi kee yagara saha aha da saka maison de la culture wa kenkuna soninko i khara ida tuwa humundu adalla muhammed bakhayoko soninke nyani alim nyani il est né en 1535 ayanda ahmed baba kebe ga ko no tumbuktu modi khore be ga bangi ayanda ken kharangu universite soni kenyan anto ko ni mohammed bakayo ko soni kon dalla kharang yiwatu wa hunni abi maka nga akat ni sasa ni nga to galam ka dine ke oyanda susam oyana sukal sasa o ga makara amara parona malite o dine nyani ona raga agar ko mo hobe sere su ho dinina ke allah andali yo ken na dangi sonin ka hu ke jamane anda yugo nuko yernani sonin ko nyanyi sigi jamane ke dir gon yalla ke shirgan khasro be nu ga sigi na sonin ka hu murgu nan sigi da anan kare anan daga ande jaga dan kunna ko ku hilliko usman do yako ona wadi sumare ko ona ibrahim jabira ko jotana ku sigi soni kan kannin nan kare isigi dai igaje dai ida su dabari e jamani arni neema yo o soni ko onan droko to de soni ka huni kangin nga kibe ko soni ka huni kangin ado khali onan durokoto ndalla kon ogana ta ma arabun wala francine wala anglais wala tananu iga ko no dangani kebe gado haba osan angana tinga katinga ngana fi ankem paba ni kai ammi chankum ndiga meke ntano ma kada fam iga kebe sahana nanchoni kea ini mun hanya kon otuano o kharangunto onan drokoto ono kidunchedi onan mundundi onan jagandi ono soninka humbangandi ona tutuyo ci allah ko ona to gan kebe o ga girino khube soninke ga girino khube soninka kanne ga girino khube aga girino khube ono kannun chaha mahamar kore rako nke ga natini soninke ngata soninke mo na min din qille ngan kanni nyana de ngene kani ayana wurgini ayana wasana ana dingene kan ogama kenta ogama khara ona sanku ona burkhe bakka jamani ona burkhe bakka dunadi hi tanakati ku benu ngadi tokonko sasa ado soro tanan benu ga sigi na sorin ka hun kanne ngana wutukale nga kebe munda otago ogaranko ogarandindano o yo o kisi ngol nyangano ngamunda ku ina makakara ina makasanku iga birene toujours wa khamsuna igana gode tatin